بسم الله الرحمن الرحيم. جددا أولا نرحب بكل مهنيي وحضار نقل الطرقي للمغرب وخصوصا القادمين من المدن المغربية وتحملها مع السفر لإنجاح هذه المحطة المصيرية في تاريخ نقل الطرقي للمغرب. فنرحب باسمكم جميعا سجلال الكاتب الوطني نقابة الوطنية لنقل جماعي الأشخاص وكذلك بسم الله رئيس نقابة أرباب المسافرين وكذلك السيد إسماعيل الهلالي رئيس الرابطة الوطنية لمقاولة نقل الطرقي للمغرب. يأتي سياق تنظيم هذا اللقاء التواصلي التشاوري كمحطة كما قلت أساسية ومصيرية في كل هذه الزيادات التي تعرفها المحروقات وتأثيرها المباشر على النقل الطرقي للمغرب. كذلك سنناقش في هذا اللقاء مشكل محطات طرقية بالمغرب والنموذج الصارخ محطة مكناس وما يعتري هذه الفضاءات وهذه المرافق العمومية من فوضى ومن عشوائية في التدبير والتسيير جعلت المواطن أو المسافر ينفر من هذه الفضاءات ويبحث له عن وسائل أخرى للنقل. بالإضافة إلى هذه المشاكل التي سبق لنا وأن تناولناها في عدة لقاءات سابقة هنا بالكناس والتي تخص مشكلة التسيير، مشكلة الدعم، مشكلة يعني الرخص إلى غير ذلك. لكن اليوم كلهم عن المقالة والإخوة المهنيين أنه يكون لقاء قوي، لقاء المصارحة والمكاشفة، لقاء يدفع في اتجاه أخذ قرارات مصيرية بخصوص ارتفاع أسعار الأسواق وكذلك استغلال المحطات الطرقية. وأعطي الكلمة في البداية السيد إسماعيل الهلالي رئيس الرابطة الوطنية لمقاولة نقل الطرق للمغرب لتقديم مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أوجه الشكر لجميع الحضور الكريم الذين يشاركون في هذه المحطة التي تعتبر محطة نضالية، محطة يقرر فيها مصير مستقبلي لأرباب نقل الطرق المسافرين. إخواني مرحبا بكم في مدينة مكناس في العاصمة الإسماعيلية. نرحب بجميع الحضور الكريم وخاصة إخواننا الذين تكبدوا عن السفر من جميع المدن المغربية. فتحية عالية لجميع الإخوان الحاضرين في هذا لقاء الوطن، اللقاء الذي سيقرر فيه قرارات مستقبلية بخصوص نقل الطرق للمسافرين. وكما يعلم الجميع أن قطاع نقل الطرق للمسافرين عرف تدهورا لمدة سنوات والسنتين الأخيرتين الذي بدأت وباء كورونا وكذلك السنة الحالية التي عرف فيها القطاع الزيادات المتكررة في المادة الأساسية التي تربطنا بالنقل وهي مادة الغازوات والزيادة المهولة التي عرفها هذا القطاع في هذه المادة. مرة أخرى أشكر جميع الإخوان المناضلين الذين ساندونا في إنجاح هذا الجمل، جنود الخفاء، إخوان الذين لهم غيرة على هذه المهنة، إخوان مناضلين من عرفنا في داخل المهنة هذه اللي هي قطاع المسافرين، كنعرفو مناضلين وباقي المناضلين مهنيين الذين قاموا بإخبار جميع إخوانهم في الحضور في هذا الجمع. نشكرهم من هذا المنبر
باسمي وباسم أعضاء المكتب للرابطة الوطنية لمقاولة نقل الطرفين المسافرين. كما نشكر السيد الكاتب الوطني جيلان الرحماني المناضل الكبير الذي أنا بدوري أحييه من هذا المنبر لأنني أعرفه جيدا مناضل يستحق منا كل التقدير والاحترام، مناضل لا يبيع الوهم، مناضل يقول الحق. لهذا ارتأت الرابطة الوطنية للمقاولة للنقل الطرقي أن تنسق مع النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص بأي محطة نضالية مستقبلية، لأننا اليوم ما نعيشه في قطاع نقل الطرق المسافرين حالة مزرية. وكما يعلم الجميع أن المادة الأزوار تخصص لها دعم من الحكومة، وهذا الدعم الذي لا يناسب القطاع، لأننا كما نعلم أنه دعم بسيط، وللأسف الشديد أن هذا الدعم لم يتوصل به جل المهنيين، وهذا يرجع إلى المنصة المخصصة لهذا الدعم التي منصة معقدة، منصة نعتبرها غير صالحة للمهنيين النقل الطرقي للمسافرين. أتكلم عن النقل الطرقي للمسافرين الحافلات، لأن الشكايات التي توصلنا بها من عدة ناقلين أن هذا الدعم لم يتوصل به جل المهنيين، لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية ولا المرحلة الثالثة. فقطاع النقل الطرقي للمسافرين لم يعرف سوى الغزوات، فيعرف مشاكل عديدة متعددة، فمادة الغزوات هي مجرد نقطة أفاضت الدعس. لهذا إخواني لا أقل عليكم فالكلمة اليوم، الكلمة لكم، القرار لكم، النضال لكم، فنحن كهيئات مجرد أن نبلغ الرسالة وأن نضحي بجميع المعنويات والمعنويات من خلال هذه الليلة. وكما أشرت قبل، نحن مستعدين لأن خطوات نضالنا في هذا الاتجاه، نحن مستعدين لأن خطوات نضالنا بتنسيق مع النقابة الوطنية للنقل الجماعي الأشخاص. مرة أخرى أشكر جميع الإخوان الحاضرين معنا في هذا الجمع، فكما أشرت أن الكلمة اليوم لهذا الجمع والقرار لهذا الجمع، وتحياتي لكم والسلام عليكم. المناضلين ولكل المهنيين من أجل أخذ قرار بخصوص هذه الزيادات المتكررة في الأزوار والتي يفضلها جميع المهنيين. إذا نبقى مع كلمة السي جيلان الرحماني الكاتب الوطني فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعلى آله. نشكر الإخوان ديالنا في الكنس وعلى رأسهم السي إسماعيل الهلالي على هذه الليلة وعلى الفرقة وعلى التنظيم ديالهم في هذا الاجتماع وتاع التحمل وتاع التبعات ديالهم. شكرا لكم الإخوان تاع الكنس وبادي هذه الوجه ما تفوتناش الفرصة، يعني أننا كمواطنون غيورون صادقون محبون لهذا الوطن أن نرفع أكفنا إلى السماء من أجل الدعاء لجلالة الملك محمد السادس من أجل الشفاء العاجل والعودة يعني إلى أرض الوطن من أجل إكمال وإتمام المسيرة التنموية، واللي ما يمكنش ينفذها شي واحد إلا في العنصر البشري اللي ما زالت منماش ومازال ما نعكسش عليه في اطار الوضع الاجتماعي ديالو، فتنبغي الشفاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد الاخوان اليوم يعني تحمسوا وحضروا لهذا
الاجتماع فأنا كنشوف فيهم ماشي فئة صالحة فقط، وإنما كنشوف فيها واحد الفئة اللي هي إن شاء الله الرحمن الرحيم مصلحة، لأن الصالح صالح النفس والمصلح هو اللي كيصلح ما أفسده الناس. والقطاع لا يخفى عليكم أنه عرف واحد الفساد وهو اللي وصلنا لهذه الحالة تاع الذل وهذه الحالة تاع الهوان وهذه الحالة تاع الإقصاء وتاع التهميش. بكل صراحة راه يعني ربما كتبقى هاد الشرارة وكيبقى هاد التوجه ربما الوحيد اللي مازال يعتقد خيرا ومازال ينتظر خيرا من اجل استعداد الامجاد ديالنا وفرض نفسنا على الجهات الوصيه اننا راه يعني تحنا راه مواطنون وما يمكنش يتعاملوا معنا هذا المعامله اللي كيتعامل معنا بها اليوم. حنا كنقولوا هذا المسؤوليون، انا دائما كنقول بان قطاع النقل هذا الشيء اللي واقع له راه ممنهج وراه يعني مخطط له، وكاين لوبيات اللي كتجتهد كيفاش انها تكسي هذا القطاع. والمظاهر تاع الاقصاء راها باينه راها واضحه، وانتم ما شفتوها مثلا في كورونا القطار ما كانش اللي يهضر معاه والحافله محاصره من طرف جميع انواع المراقبه. النقل السري اللي هو نقل سري ولا يسمى نقل منظم ولا يشجع، النقل الحضاري اللي هو نقل حضاري والقانون واضح ولينا نضربوا المؤسسات تاع الدوله باش نديروا واحد القرارات اللي نضروا بها هذا القطاع. هذا النقل الحضاري المسار ديالو واضح داخل المجال الحضاري، واليوم ربما راه تجاوز 800 كيلومتر خارج المدار الحضاري، وهذا الشيء كلشي مرتبط بينا حنا. يعني هذا الشيء اللي حكينا راه مرتبط بينا حنا، وحنا كنناجحوا هذا المسؤوليه لان حنا ماشي دعاة فوضى وماشي دعاة عصيان وماشي ناس تاع حنا ناس تاع حوار تاع، ولكن للاسف الشديد هذه الطريقه باش كيتعاملوا معنا هذه المسؤولين راه غادي يدفعونا اننا غادي نخرجوا للشارع، لان ما يمكنش حنايا الرزق ديالنا غادي يضيع وما يمكنش حنايا كنتشرطوا والمسؤول اللي بالمفروض هو اللي خصو يحمل الهم ديالنا وهو اللي خصو يدافع علينا وهو اللي خصو يمثلنا الاول. وانا كنقول لهذ المسؤولين باللي اليوم راه الشرعيات فقدت لا في الاحزاب ولا في النقابات ولا في الجمعيات، الشرعيات فقدت راه تحت ما بقيتيك شي مؤسسه من هذه المؤسسات. والمشكل ان هذه المؤسسات كتلعب الدور ما بين ربما الشعب وما بين المؤسسات تاع الدوله اللي كتسير هذه البلاد. وملي كتفقد هذه المؤسسه الشرعيه بمعنى انه الله يحفظه ويستر الا جا شي انفيات ولا شي انزلاق امني راه ما كانش غادي يقولوا. وحنا جميعا متفقون باننا محسودون وبانه هناك من يامل او يتمنى باش يشوف فينا السوء، وهاد الطريقه باش راهم غادي راه ماشي هكاك. فاذا كان اليوم البلاد ديالنا كسبت واحد النوع تاع استقلاليه في القرار ديالها على المستوى الخارجي، فهذا راه فضل الوحده الداخليه وفضل الجبهه الداخليه المتماسكه واللي يعني راها شاده في بعضها بعض. وبالتالي حنا حققنا انتصارات دبلوماسيه وحققنا واحد الانتصارات سياسيه على المستوى الدولي، ولكن انا كنحذر بان الجبهه الداخليه ما راهاش هي هذه بسبب هاد المسؤولين او بعض المسؤولين اللي امتازوا بالوصوليه وامتازوا بالانتهازيه واستغلوا المناصب ديالهم من اجل المصالح الشخصيه ديالهم وخلاو الامه يعني اللي جابوا شي مصير يتحملوا. حنا ما نناقشوش الغازوار غلاء الصاعد الدولي ولا ما غلاش ولا كنعرفوا بانه كاين اللوبي اللي كيتحكم في هذا المازوت، كاين اللوبي بلا على سمير، كاين اللوبي اللي راه يدير اللي بغا. حتى ملي كان مدعم راه الدوله كانت تشد غير فقره وتعطيهم الفلوس، شحال يجيبوه وشحال يقال عليهم حتى واحد ما كان يعرف واش يصرفوا به سياسيين ولا كان براس السلطه ولا براس الحكم. اذا حنا هاد الناس الغازوار غلاء حنا ما كما قال نقيق راس الحكومه حنا ما كنهضروش على المواطن. المواطن عنده منتخب ديالو وعنده الاجراءات ديالو وعنده القنوات ديالو اللي غادي يدافع عليه. حنا كهيئات الدور ديالنا الدفاع على هاد المهنيين، فهاد المهنيين بلا مرض بلا خص خصهم واحد الدعم معقول وخصهم واحد الدعم متناسب. حنا
احنا ما يمكنش اليوم تعطيني 7000 درهم وديها لي بهذه الطريقه المهينه وهذه الطريقه اللي هي مشكله لانها الاقرار اللي يهمني. فالسيد وزير الماليه او السيد وزير النقل كان عليه قبل ما يخلص 7000 درهم الى اشمع النهائيين. هذه هي الديمقراطيه وهذا هو التواصل وهذه هي الشفافيه. نزل 7000 درهم كاين تزادت عليها 4000 درهم في النهار، كاين تزادت عليها 2000 درهم، كاين تزادت عليها 1000 درهم. إذا كان مثلا تزادت عليه 6 مليون و 4 مليون في الشهر غادي يدي 7000 درهم. غير باش الإخوان تاعك تطيح في عبوها راه تشاور أنت معاه. هاد 7000 درهم راه تقرط بواحد الطريقة يعني فرض الأمر الواقع. وشو وش علينا؟ يعني شو وش تاع المهنيين؟ راه غير مسافر يقول أعطاكم الدعم. ولكن هو الدعم لا علاقة له بمسمى الدعم. ربما باش نكونوا منتقين ونكونوا واضحين، ربما بالنسبة لبعض الخطوط اللي هي ما عندهاش واحد الاستهلاك كبير ربما نسبيا، اما اكثر من 100 كيلومتر ولا 150 كيلومتر هذا يساوي اي شيء. وحنا ما غاديش نسكتوا وما غاديش نموتوا بهذه الطريقه الرهيبه وما غاديش نموتوا في صمت. حنا ما غاديش نسكتوا وما غاديش نموتوا في صمت لان هذا الشيء اللي راه واقع اليوم راه ما كيبشرش وما كيفرحش. وربما كل يوم نفقدوا واحد المهني من الإخوة المهنيين ديالنا. إذا حنا اليوم هذا الاجتماع اللي خصنا اليوم، لأن حنا كان اجتماعات وكانت لقاءات وكانت وكانت وكانت، بغينا ننتقلوا من الهضرة للفعل، وبغينا ننتقلوا الشعارات للتطبيق اللي كاين شي حاجة اللي غادي نطبقوها. وحنا الإخوة راه كلشي مبني علينا حنا كاملين. حنا اليوم السياق اللي جا فيه هذا الاجتماع جاء واحد السياق اللي هو خطير وسياق اللي هو يعني بعض الاخوان ديالنا اليوم ربما لا يخرجوش من ديالهم بسبب الاكراهات اللي نفسيه. ربما راه الجميع غادي يفقد العزه وغادي يفقد الكرامه ديالو وغادي يفقد اسباب العيش الكريم. اذا حنا هاد الدوله ديالنا اذا ما تيجيش معنا هاد المشكل وهاد الظروف، اذا ما معنى هذا؟ حنا الواجب ديالنا الطاعه، الواجب ديالنا المحبة، الواجب ديالنا الالتزام بالقرارات. وكذلك الدولة ديالنا راه الواجب ديالها أنها تعتني بنا وأنها تهتم بنا وأنها تلقى لنا حلول. وحنا الحلول اللي كنطلبوها ما كنطلبوش الغناء أو كنطلبو أننا نبقاو في الدائرة تاع المنافسة. والدولة عندها حلول، الدولة عندها حلول. راه حيت الساعة المشكلة باش نعرفوا بانه المساله خطيره وخطيره بزاف وما كانش واحد الاهتمام. كانت مراسلات، كان زكا، كان بكا، كان عندما يخص الجائحه، حتى واحد ما تعوض على شي حاجه. شهاده هذيك المده، ضرائب زادت، زادت عليها ضرائب اخرى، وفي هذه الظروف الحجز على الحافله، الحجز على السكن، يعني لو كانت المؤسسات الاخرى ما كتراعيش لهذه الوضعيه ديالنا. وهادشي كلشي ربما السبب ديالو هو نوع من الشتات، نوع من التفرقة والسكوت ديالنا. واليوم الإخوة اللي جينا على اليوم باش نسمعوا بعضنا بعض ومن خلال التدخلات ديالكم باش غادي نخرجوا بواحد القرارات اللي هي حاسمة. لأن اليوم ما يمكنش نجات من كل جهة باش غادي نخرجوا برسالة أو باش غادي نخرجوا باجتماع آخر أو باش غادي نخرجوا بشي حاجة. حنا داكشي اللي في جهتنا غادي نديرو. الناس اليوم أبسط بعض روحها الحياة من هذا ولا من هذا. اليوم الإنسان خصو يفكر منطقيا وخصو يفكر مصلحيا. واش حنا اليوم هاد الاجتماع جا من أجل رفع الضرر؟ فراه كلشي معني، كلشي راه مقصود. انا ما نمشيش مني، ما نمشيش مني، انا نمشي نعبر على الغضب ديالي ونعبر على الضرر ديالي، وبهذه الطريقه غادي نقد نفتح الاداره، وبهذه الطريقه غادي نقد نجيب حقي. اما انا بقيت نتفرج وساكت احنا غادي ندوبو كاملين وغادي نمشيو كاملين، وهذا هو اللي غادي يوقع. يعني احنا اليوم مثلا هذه المحطات راه فيها واحد الجهد وفيها واحد الخدمه كبيره، وخص السلام تاع المهنيين، خص السلام تاع المهنيين، وخص الوعي تاع المهنيين، وخص الايمان تاع المهنيين بالقضيه ديالهم ويستعدوا لضحيه من اجلها. راه ما يمكنش تجيب شي حاجه بلا تضحيه.
وهذه الفئه اللي سميتها انا فئه مصلحه راه خصها تخدم على باقي المهنيين الاخرين، خصها تخدم في المحطه ديالها، خصها تخدم الجوانب ديالها، خصها تخدم التليفون ديالها، باش الا كانوا عندها شي قرارات تكون واحد المشاركه وتكون واحد المساهمه، وبالتالي تكون عندنا وسائل الضغط ديالنا باش نحققوا المطالب ديالنا، والمطالب ديالنا كتعرفوها كامل، حنا بغيت نستعملوها ولا نديروها. راه اليوم انا نقص شويه من الحده ديالي حتى اتجاه وزاره التجهيز والنقل، كاين معامله مزيانه، كاين واحد التجاوب، ولكن اللي على صعيد الاطور، صعيد الاطور يعني باش نشري واحد الشهاده ما عندنا ما نقولو، انا ملي كنقول الاطور كنقول من المديريه والتجهيز، يعني ناس مضحيه، الناس تخدم برا السوايع ديالها، الناس تخدم حتى بالليل عيطنا كيجاوبونا، ولكن على صعيد الكتابه العامه وعلى صعيد وزاره التجهيز والنقل غائب تماما، ما عدا ديك الحنه نتاع العروس اللي درناها النهار الاول. داك الاجتماع وقررت عليه بعض القرارات وبانها غتكون اجتماعات وغتكون تحل المشاكل، لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. اتفقنا باش نريحوا مع وزاره الداخليه باش نناقشوا هادشي تاع ستاسيونو، نناقشوا هادشي تاع الطوبيس، نناقشوا هادشي تاع المحطات، لحد الساعه ما كاين والو. اتفقنا باش نريحوا مع وزاره الماليه خص مراجعه الضرائب اللي كيخلصوها المهنيه، ما يمكنش اليوم الوضعيه راه مزريه، واليوم خص حتى الدوله تساهم معنا، اما بمراجعه هاد الامور، اما هناك دعم يكون مباشر، لان هاد القطاع حتى هو راه عنده عمال. اليوم شي بورنا راه يمشي مثلا لواحد المسافه ويجي، راه ما كيخلصش، اش شفنا الفيديوهات، راه شفنا شي بور اللي مولي جديد، واحد الوقيته كيقول لك شي بور خاطي الباترون، انا خدام خاطي الباترون، ولكن اللي ما وصلش للصال، راه تيقن وعرف بلي لا مشى الباترون مشى حتى هو، وهذا الشيء اللي خص كلشي يتجنب. راه خصنا حرب كبيرة والمصالح، راه خصنا نتظاهروا وخصنا نتحركوا وخصنا نستعدوا لأي نتيجة كما بغات تكون، ما خصناش نخافوا اليوم، لأن مفكر الفقير ما بقى غير مدخل. حنا اللي نعاهدكم عليها راه حنا موجودين، راه حنا موجودين، ما نخذلوكم، ما نبيعوكم، ما نتنازلوا بأي ثمن. بغيناكم تكونوا انتم في نفس المستوى، انكم تكونوا حاضرين وتكونوا مستعدين، راه ما يمكنش نكونوا نساء، ما يمكنش. انسان لا عاش يعيش راجل، وإلا ما تيموت سخون، يموت راجل. ما يمكنش حنا غادي نديرو بهذه الطريقة، لأن راه فضيحة. لو الكازوال 16 درهم، الراجل يمشي يكبر الكازوال، يبقى خاصو باش يكبر الكازوال. والتبعات الأخرى شكون يخلصها؟ وشكون اللي غادي يناقش معايا هاد المشاكل؟ وشكون اللي غادي يلقى معايا الحلول؟ ما يتفرجوش فيها. حنا كنعرفوا باللي من بعد جلالة الملك الناس اللي صاروا على هذا البلاد وزارة الداخلية، حنا كنلجنوا وزارة الداخلية باش تدخل، لأننا حنا حاسين بأن الوضع ما راهش مزيان، وبأن دوك المتربصين حنا كنوفروا لهم البيئة الحاضنة للانفجار، وراه غادي نخلقوا شي مشكل للبلاد ديالنا واللي ما نتمناوهش، هذه حقيقة. الناس كلها مدمرة، الناس كلها وصلوا لهاد المسائل لواحد المستوى اللي هو يعني علاج، لان كاين مقام ملاحظ هذه الازمه وهذه المعاناه راه متحملها غير مواطن، غير مواطن هو متحملها. وزير الادب اللي مشى يدير واحد الزياره 30 سياره غاديه معاه، لو كان كانت الازمه تمشى لي وحده ولا زوج، مجلس مستشاري شحال سياره شرا وبعت منها الطاهره بالوقت اللي يسمعوا عليها الله باش يريقلوها. اذا حنا كنشوفوا المسؤولين كيفاش كيدخلوا وكيفاش كيتصرفوا، وكأن البلاد ما فيهاش ازمه. إذا اللي راه كيتحمل هاد التبعات تاع هاد الازمه هو المواطن بالزيادات وبأمورات، يعني هو اللي كيتحمل، ما كاينش واحد اخر يتحمل، وهذا غادي يخلق واحد العداوه وغادي يخلق واحد الكراهيه ما بين القاعده وما بين القياده بطبيعه الحال، لان المشكله تاع الفقر اللي كيكون السبب ديالها هو انعدام الموارد راه ماشي مشكل، ولكن اللي كيكون السبب ديالها هو عدم توزيع الثروه والتوزيع السليم، تما راه كارثه المشكل. واش راه كيفاش الملك قال بان المغاربه ما كيستافدوش الثروه تاع البلاد، اذا الثروه اللي كانت في البلاد شكون اللي كياكلها؟ وحنا اليوم ما كنطلبوش شي حدا الثروه، غير براسهم، حنا كنطلبوا منهم غير يعالجوا معنا المسائل ويخليونا في الدائره تاع المنافسه، لاننا راه حنا سبنا، راه حنا ضعنا، راه حنا جوعنا، واللي جاع راه غادي يزكي. نعاهدكم الاخوان اللي راحنا معاكم، وربما غادي نفتحوا الباب تاع النقاش يشوف الاخ المقرر باش تسمعوا الاخوان ديالنا
ونخرجوا القرار. اليوم والله جينا باش نهضروا، اليوم جينا باش نتحدوا القرار اللي هضرنا جميعا عليها. الهضره واحده هضرناها وهضرناها وهضرناها غير باش نمر على الميساجات بالاخص للمسؤولين على اساس ان خصهم يتحركوا وخصهم يسهروا على استقرار تاع هذه البلاد سيما وقت هذه الظروف. هذه الظروف راه ما تعجبش والمساله ماشي هي هذيك، والتسيير تاع بعض المسؤولين راه فيه نوع من الحكره وفيه نوع من خرجه للطريق، راه ماشي هي هكا الامور غاديه. وتحيه للجميع الاخوان نعطي الكلمة سي ملاحي رئيس نقابة آباد المسافرين لبنت ناس لكي يبدي بدوره في هذه النقطتين الخاصتين بارتفاع الغازوال وكذلك المحطة الطرقية المغربية. شكرا. شكرا سيدي المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس الرابطة، سيد الكاتب العام للنقابة الوطنية، سيد مقرر الاجتماع، أصدقائي المهنيين، إخواني الصحفيين، كلمتي إن شاء الله كلمتي إن شاء الله سوف تقتصر على نقطة واحدة وهي التآزر والتسامح والتعاضد بيننا كناقلين، والمشاكل والإكراهات سوف نناقشها إن شاء الله كما قالوا السادة الرؤساء، وسوف تتخذون قرار مناسب. يمكن ناس نجيون دوسونا والاجتماع ما غناخدوش فيه القرار، هذه ما عمرها تكون، لأنه إحنا كنجتمعوا باش ناخذوا القرار نظرا للإكراهات والمشاكل اللي قالوها الإخوان. كلمتي المتواضعة كما جرت العادة، لا بد أن نشكر باسمي وباسم جميع الناقلين لمدينة مكناس السادة المنضويين والمنخرطين للرابطة الوطنية، وكذلك المنضويين والمنخرطين للنقابة الوطنية. لا بد من كلمة شكر في حقهم، كذلك لا بد أن نشكر جميع الناقلين الحاضرين وبحضورهم جميعا، وأنتم كفاعلين أساسيين في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية المحلية. على هذه المبادرة الطيبة والمساهمة في عقد هذا اللقاء التاريخي وإنجاح هذه الأشغال التي نتوخى جميعا من خلالها غلوب الأهداف المرجوة. إخواني الناقلين، أكرر باسم جميع الناقلين لمدينة مكناس، نقول لكم نحن دائما على العهد وسنبقى دائما على العهد أوفياء كلما دعت الضرورة لعقد اجتماع كما كان نوعه لما فيه المصلحة العامة للناقلين. وبهذه المناسبة أتوجه إلى جميع الحاضرين تشكراتنا بحضورهم والذين اعتبره صادقا
وإيمانا قويا ورغبة مخلصة في توحيد الصفوف والجهود والاستمرار في النضال والعمل. وبذلك أقول لجميع أصدقائي المهنيين أنكم أنتم وبدون مجاملة شرفتم ورفعتم هذا الملتقى الوطني الذي سوف إن شاء الله يكون ناجحا ومتميزا بقراراته. يجب علينا كقوة في هذا الاجتماع أن نكون فريقا قويا، فإن لم نستطع على الأقل أن نكون فريقا الذي لا يقبل ولا يرضى الهزيمة. ما جدوى في هذا الاجتماع إن لم يكن التعاضد والتآزر بين الناقدين وصداء الضمير والإيمان القوي فيما يخص حفظ حقوق المشروع على أرباب النقل والدفاع على مصالحهم المهنية. وهذا الاجتماع والذي بمبادرتكم جميعا ناقلين ورؤساء الهيئة قادرين على ذلك، وأنكم جميعا أنتم الأمل فلتكونوا على قدر هذه المسؤولية. أسأل الله لكم التوفيق ولبلدنا كل أمن وسلام في ظل صاحب الجلالة نصره الله، وشكرا. إذن أخواتي المهنيين، أخواتي المهنيات، كما تبعتوا على أنه كل أطراف منظمة هذا اللقاء تتفق على أن ما سيفرز هذا اللقاء من قرارات هو ما سيكون يعني القلم الذي يرسم هذا المسار لهذا المحطة المصرعية. إذا الكلمة لكم، سنفتح باب التدخلات، لأن بهذه القرارات التي اتخذها الاجتماع هي اللي غادي تكون في ندوة صحفية الساعة الخامسة لوسائل الإعلام الجهوية والوطنية، واللي غادي يحضروها السادة المقدمين لهذا اللقاء باش يكون المذاق باش يكون المخرجات باش يكون التوصيات الخاصة بهذا اللقاء. مطلوب من الإخوان الصدق والجرأة في طرح كل ما تعانوه، والإخوان السادة المنظرين سيكونون ستكون أداني صائرة رأساء للتنصيب لكل مسائل غادي تقولوها، وغادي نوضحوها كذلك لوسائل الإعلام ولكل الجهات المسؤولة. إذن باب النقاش مفتوح ومفتوح لائحة ديال المتدخلين، والإخوان يتفاعلوا المنصة مع كل التدخلات. إذا نبداو فتح اللائحة الأولى. هذه المشاكل وهذه القضية كنعتقد بأنها خصنا شيء.
الانسان يستعني نفسه وصحيح يتوقع انه غيوصل نتائج المهمه. فنعتقد بانه المفروض انه بالنسبه لنا احنا نغيروا من المناهج وطريقه التفكير ديالنا والوسائل اللي غنستعملوها باش نقدروا نوصلوا لشي نتائج اللي هي ايجابيه. راه حنا ماشي وحدنا في القطاع، راه معانا ناس اللي كيوقفوا حجر عثره بالنسبه لنا. جميع القرار اللي غادي نتاخذوا خصنا ناخذوا هذا النقطه بالاعتبار. راه حنا ما كنقتلوش واحد النسبه، ربما نسبه في اعتقادي هي النسبه المستضعفه بالنسبه لهذا العاملين في هذا القطاع، بينما البعض راه غيمشي ضد التيار بالنسبه لنا لانه مصلح به بطريقه او باخرى. والمشكل كما قالوا بعض الاخوان بان احنا في مرحله حاسمه ومرحله خطيره، وهذا بالتاكيد راح نسمعوه يوميا في وسائل الاعلام من افواه الناس المسؤولين اللي كيقرروا في المصير ديالنا وعلى راسهم البرلمانيين. انا مؤخرا سمعت برلماني كيقول بالحرف بانه باش نديو ما يسمى في اعتقاده هو الريح بطريقه او باخرى في السنه، هو خصنا نخرجوا المنافس حقيقي. شنو هو المنافس بالنسبه لي؟ هو اعطاء امتياز للناس اخرين اللي غادي يقدروا ينافسونا باش نقدروا نهمشوا هذا سميتو. وكيقول بالحرف خليوا الريح، ولكن كاين وسائل باش غادي نقدروا نسميتو. انا ما كنشوفش بانه بالنسبه لينا حنا هذا الريح اخترنا هو امتياز راكبنا يعني في هذا الشيء من التضحيات ديالنا اللي بحاول هذه الناس في هذا القطاع. كنتمنى بكل صدق ان القرارات ديالنا تكون قرارات صادقه مستوفيه جميع المشاكل اللي كنا راكبناها، اللي كانت سبب في الفشل ديالنا. حنا راه فشلنا على جميع الاصعده بكل صراحه. السي الجلالي راه كيعرف محطات كل اللي استعملنا والوسائل اللي استعملنا والطرق اللي استعملنا باش نوصلوا، ولكن كان ديما كما قلت كنلقاو ناس اللي كيوقفونا القطاع خص تعاود فيه النظر، خص يكون عندنا حنا واحد الخطه ديال الطريق اللي غادي يمكننا بها حتى ملي كنكون كنتحاورو مع الناس يكون عندنا اش غنقولو. حنا الان كنفقدو لهذا المنهج ديال التفكير والطريقه ديال العمل، ما عندناش بكل صراحه. بكل صراحه يمكن نجلسو مع الناس يلاه كنجبدو المشاكل الآليه، ولكن المشاكل الاصليه والمشاكل اللي هي عميقه في هذا القطاع راه موجوده من قديم، ماشي عاد دابا. هذا من جهه. نجي انا نعطيكم على سبيل المثال مشكل المحطة. المشكل راه واضح بالنسبة للمحطة مثلا ديالنا حنا في البريطة، ولات مرت على الفساد، ولات فيها مشكلة ما تقدرش تدخل لها، انت كنقاد حتى راسك ما تقدرش تدخل. انت ولينا في واحد الصراعات، كنتمنى بكل صدق انه ناخذ قرارات تكون ناجعة قدر بسيطة اللي يواجهوا التعنت ديال بعض المسؤولين كما ولكن ديما كنأكد على أنه خصنا نوضعوا راسنا في الواقع، نعرفوا راسنا القيمة ديالنا حنا واش حنا قادرين نواجهوا هاد الناس أو ما قادرينش. أنا على يقين بأنه ربما غدا نقولوا غنديروا، ولكن كاين الناس حنا عندنا في المدينة ديالنا كاين الناس اللي غيواجهونا ما يخليوناش اننا نديرو داكشي اللي باغي حنايا او لا مكلفه او شي حاجه. انا كنلقاو صعوبه باش نقدروا يكون عندنا واحد الجمع. انا كنعتقد بان تكون لجنه هاد الناس ونحاولوا نتواصلوا مع بعضياتنا حتى الهيئه الاخرى اللي هي كتمارس نفس القطاع، نحاولوا نتواصلوا لان عندنا نفس المشاكل. واخا تكون ساعه غطيح ماشي واحد الوقت، دابا الموجه اللي جايه ما غتعرف لا اللي عنده ولا اللي ما عندوش. على كل حال اعتقادي هذا هو سميتو اللي بغيت نقول. مرة أخرى كنشكر لك شكرا كاملين. أنا شي مقدار أنا المقترح اللي عندي هو التواصل. النقطة الأساسية بالنسبة لي أنا لأن بدون هذا التواصل وأنت كتعرف السجلات لأنك تعرف المجموعة الأخرى كيفاش تدير. حتى التواصل
واش غينجح مع الناس ولا ما غينجحش؟ راه كيعطيوك مجموعة وأنا في نظري أول حاجة تتناول التحفيز والناس خصهم يعرفوا الواقع ديالهم، خصهم يعرفوا الظروف الحالية اللي كيعيشوا الخطورة ديالهم. راه كاين بعض القطاعات بعض المشغلة اللي راه كيعيش اليوم ديالو فقط ما كيشوفش شنو غادي يقدر يوقع من هنا للهنا، والناس راه كتخدم بطبيعة الحال باش توصلنا للنتيجة اللي بغاوها هما. لأن حنا مفرقين، راك شتي كنت شنو وقع لنا شنو خرجنا؟ خرجوا الناس عندنا حنا منا حنا. راه كاين اللي ما يقدرش يدير معاك إلا تلا يمشي من هنا يقول لك داكور، ولكن يمشي يقول لك داكور ما يقدرش أو يخبر عليك أو يسد عليه الدار وما يجاوبكش كاع. على كل حال غادي نطور عليك. شكرا على كل لجنة من أجل التواصل، هذا مهم. سي محمد المواد الأساسية
اللي بيعتمد عليها المجتمع المدني. وبالتالي تم تحليل اسعار الحروقات اللي الان كنأديو يعني الفاتورات. بأن تعيش أزمة يعني خانقة. نبداو بهذه الأزمة هذه. أولا يعني الأزمة هذه ذات انتشار وباء كورونا، وباء كورونا المستجد اللي خلق واحد الرعب داخل الوسط العائلي ابتداء من فترة 2019 إلى حدود 2020. فكلشي اللي تقدروا ما كاينش زيارات، ما كاينش يعني تدخلات، ما كاينش يعني الافراح، ما كاينش يعني كلشي. هاد الحكومه هادي يعني تفرقوا يعني لا يعني التواصل ما بين العائلات ولا يعني الاعمال الاقتصاديه داخل المجتمع المدني اللي هي جنات بصفه يعني بصفه عامه. وثاني وما هذا اتصل بالامير حركات التنقليه، جميع حركات التنقل، وبالتالي اتصل على المقاومه بشكل عام. الناحيه ديال القطاع ديال النقل، هناك مشاكل اللي طرحها يعني طرحت يعني الازمه. القطاع ديال النقل المسافرين والعلاقه ما بين مجري والمشتري، ضرائب كما بس في ضرائب اسره كيما القروض غير المحددات، نتائج وخيمه، افلاس المقاولات والمهام الحره بشكل كبير. ثم يعني عندنا انتحار بعض المقاولين فيما يخص النشاط المتعلق بكلا السيارات، يعني بهنا كلا السيارات، فكانوا ينتحروا لان السبب الوحيد هو عدم تسديد وقدره تسديد يعني القروض لرفض المقاولين وعدم قدره تسديد القروض. حاول تقول المقترحات. بالنسبة للدعم كما قال الأستاذ، أنه الدعم هذه حلول ترقيعية نسبة يعني الوزارة الوصية وزارة النقل وكذلك وزارة المالية لعبة واحد حلول يعني ترقيعية. بغينا نشوفوا شنو هي المعايير والمقاييس اللي خرجوا 7000 درهم نسبة الأقل يعني للمسافرين و 6500 نسبة للنقل السياحي و 6000 درهم بالنسبة للنقل الحضاري و 1600 درهم بالنسبة للسيارات الأجرة الصغيرة و 2100 بالنسبة للسيارة الأجرة الكبيرة. وهذا المجال بغينا نشوفوا المعايير والمقاييس اللي خرجوا هذا الشيء هذا. علاش؟ علما أن الحكومة هذه تنقل بين حكومة منسجمة، حكومة قوية ذات كفالات. شنو الكفالات؟ شنو بينا لنا من خلال هذا الحلم؟ اقترح لي باش ما نطولش، اقترح السيد الرئيس انه نطلبوا عقد مناظره وطنيه، الصعيد الوطني يروح في بوزليقه بحضور جميع الممثلين من جميع القطاعات لاجل دراسه التوصيات اللي غادي نديرها اليوم، المقترحه من طرف المهنيين لاجل طرحها الى السلطات المختصه، وزاره النقل ووزاره الماليه. وزاره الماليه ونختم مداخلتي ببعض النقاط اللي غادي نتوسع فيها. بغينا ان شاء الله في المحطات يعني المقبله انتخابات انه سنرشحوا المهنيين النقاله يكونوا البرلمان باش يسمع الصوت ديال النقاله وباش يعرف المشاكل، باش يعرف البرلمانيين يعني المهنيين الناس اللي هما في الحكومه المشاكل اللي كيتخطوا فيها. هذه قضية وطنية من ناحية يعني المحطة التركية ديال تسلم الكناس، المحطة التركية واحد جوج كلمات، أنه كان تعاملوا مع شركة وطنية للنقل واللوجيستيك ماشي مع الجامعة الحضرية ديال الكناس، فالمشاكل خاصها تطرح للشركة الوطنية، والشركة الوطنية هي اللي غادي تسلم الرصيد، غادي تسلم النسبة هذي ديال الكناس. غير أن بعض المضاربات وبعض كانت في قرار السيد الهلالي
السيد الرئيس بحق سيعطي لمعية مع للهنيين للتنس الناس لأجل إيجاد حلول ناجعة غير المحطة الأوروبية لتسهيلها بالنسبة للحالة الوزنية اللي تعرفوها، وكذلك أيضا الإداري نشوفوا عدد من الكرسيات ما منظمش وحالته ماشي هذيك، يعني كيفوضى في المحطة يمكن هذا نموذج بإصلاح المحطات الوطنية. وشكرا. أولا نشكر السادة الرؤساء فضل كريم لجون السادة الكبيرة، نشكر الجميع. أولا باختصار على مشكل ديال الغازوال اللي أرهق جميع المواطنين وجميع الناقلين. مشكل السادة الرؤساء ديال الغازوال المهني كان لكم لا كان شي لقاء مع هذا، لأن ضروري يكون واحد اللقاء مع واحد الشيء يكون مع الحكومة ومع الناس المسؤولين. كنت نقول الغازوال المهني ديال السعر الذهب راه ما كافيهش النقيب، لان الكيران ماشي هو تيلاكسي ولا دون تاكسي ولا الكمين، وكا كيخدم واحد الخط ديالو وواحد الرخصه اللي عنده يوميا كيلقى على الاقل يعطيها واحد كيلومتر، لان حنا كنا كنضربو 3 دراهم ونص كيلومتر 3 دراهم، دابا رجع كيطيح هنا 5 دراهم ونص كيلومتر، خصكم تناقشوا معايا حنا كيلومتر 2 دراهم في كيلومتر حتى ناخذوا في هذا الدعم هذا، ما بس على الذهب راه هادشي راه غادي يتكرر الاكساس. وبالنسبة لكم الطاكسي اللي عندها 80 درهم كتبدا عليها 80 درهم، وراهم عارفينها التعب ديالها. حنايا بالنسبة لحالنا حنايا مقاصين، وجيتكم بخير السادة الرؤساء، هاد الحال ديال الغازوال المهني راه خصو حل، والدار هو اللي مصدر هذا، هو المصدر الأول، لأنه هو اللي كيستغل الكارت 199 درهم 1200 درهم 3000 درهم في النهار. المشكل ديال الدعم، أكثر الإخوان ديالنا الأكثرية راهم ما تخصوش الدعم ديالهم. والتكسير تا هو السيد الرئيس، السيد الرؤساء التكسير، وحنا كنفرضوا التكسير ديالنا باش غادي نستافدوا، ما كاين حتى شي حاجة، باش ما كانش اجتماع، كنطالبوا بهذا الشيء وحنا مستعدين باش نشوفوا المسائل ديال الغاز اللي ما استافدوش الإخوان ديالنا كاملين، راه كلشي كيتشكى، والناس راه في واحد الحالة اللي هي يؤتى لها، وكلشي راه واقف على هذا الدعم، وكنطالبوا بالدعم، كان شي أوغمونطاسيون كيف السيد المنطقة الرسمية ديال الحكومة، بأن غيبونا هاد أوغمونطاسيون، تشوفوا لنا هاد المشكل ديال الكيلومتراج اللي كانوا ممكن باش تكون بخير، وشكرا للجميع. بسم الله. السلام عليكم الاخوان. واحد ملاحظة كتضرنا كاملين، حيت انا غندرج مباشره وما كنحسوش بها، وكاين اللي كيحس بها. كاين بعض المدن انت عندك الرخصه ديالك، فيها الرخصه باش عندك حق تسد تنزل وتهز، كيجي المجلس كينزل لك البانو كيقول لك ممنوع توقف. علاش ممنوع؟ انا عندي الرخصه كتحتم عليا باش ننزل البلايص ونهز البلايص، ويمكن لي عاد ندخل المحطه ديال بحال المسافه باش اللي حاتم عليا ما نوقفش داك العدد ديال المحطه باش نبعد عليها. امر لك اي مدينه كتدخلوا ليها مثلا على الصعيد الوطني، كتم داخل كيجي المجلس كيدير لك بلاكا ممنوع توقف، فيها ممنوع توقف والوقوف، ما تستافدش وانت عندك الرخصه ديالك كتحتم عليك باش توقف وتستافد. وكاين الرخصه اللي ما عندهاش راه معروفه برميير هذا هو الامر اللي على حسب خصنا الناس اللي مسؤولين كيراسلوا المجالس اي مدينه اي مدينة سيرة شنو بينا، علاش هنا الدور راه كدورنا حنا؟ راه كدورنا هنا ما بنقالها كاملين، باش واحد يحرمنا من رزقنا، هذيك راه كتنافس داك الظلمات اللي كثر من الكازوال. وشكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع الاخوان، تحية للرؤساء الاخوان. حنا انا جيت على لكم واحد النقطة اللي كنت تركتوها، وهذه القضية هذه أنا وقعتي مع الكونترابس ديالي اللي كنديرو مع الحساب، القطاع الوحيد اللي بعد هذه ما كاين شحال عندهم طريقة، كتدخل المحطة كتخلص داك ملي تجي خارج من المحطة، خلص الريسيب ديال
لا 14 كتخلص التيبيه كتخلص ستاسيونمون كتخلص المبيت ضرائب على ضرائب نعم ما حسبنا الضرائب وناقشناهم الى وشوفوا هذاك بعد هذيك الخرجه ديال الكار فاش كيخلص الكيطونس كتديها محسوب عليك في الدخل هو كيعطيك كيطونس صفر ما كيعطيكش فاتوره بعدا كتستافد من التيبيه بعدا تعطيك 15 فرنك ولا 20 فرنك ديال الكور يعني شوف شحال الاداب ديال الضرائب عندنا كنخلصوهم غير في حافيه كنخلصو الكيطونس التيبيه ستاسيونمون ضريبه الدخل زيد عليها الاصلاح ديال الحافله زيد اش بقى لهاد اش بقى لهاد شنو بقى تبقى ما زال وصلش هذه بعدا من الاسباب اللي كان اللي كياكل فيها الدق هو كيقلب غير البلا قلب بعدا ناقش واش كتدي واخا الا ما بقيتش كتديها راك متبوع بها هي اللي غتسبب لك الحزن الحافله والدار علاش وصلنا لهذا الحزن لانك ساكتين وغادي نمشيو لواحد القضيه اخرى نمشيو لهذه القضيه ديال الدعم نديرو مقارنة بين جوج قطاعات، قطاع ديالنا حنا وقطاع ديال الفلاحة، حتى هو كيستافد من الدعم، القطاع ديال الفلاحة كاينين على مستوى جهة إقليمي، كاع أصلا مستوى إقليمي، كتلقى شخص، علاش هما مشاو لقطاع الفلاحة؟ باش ما يغلطش هذاك الشركة اللي كيقول لك أنا شركة كبرى، راه غادي أنا غادي نأدي لهاد الأعمال ونكمل قصي هاد المقاولة بالصورة، وهذه كانت تجربة في الفلاحة. القول اللي عندنا الفلاح الصغير خصو يبقى باش يحافظ لهم على التوازنات ويحافظ على السوق حنا اللي عندو الفكره مثلا انه كيولي يدير هي ديالو وكيحارب هادو وكيحارب حنا هاد النقاله الصغار والمتوسطين ولا راه خطا يعني في الدعم الدعم خصو يكون على 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 مستوى الاقليم ومستوى الجهه ماشي على مستوى المركزيه اللي غادي مشينا حنا وقعت مشاكل عباد الله قال لكم نتوما سيستم وخص كذا ورغينا وكنعرجوا الكاميون والكار والطاكسي وهذه مستدام ديرو ديرو اقليمي وديرو جهوي ودير الشباك الوحيد شباك خلقوه في وزاره في المديريه ديال النقل اي واحد وقع له شي مشكل لان هذا السيد هذا الدعم راه موجه للمواطن باش ما نزيدش عليه الثمن باش يدعمني لحقاش انا راني جيت مضرور عندي باش تقول لي هزوا بهذا القدام ديال الثمن وباش نهزو انا ونبقى بحال دوك انا ما ديتش الدعم حتى وحده ما ديت وكنهزو وكندخل المحطه وكنهزنا واش انا راه عندي فلوس باش نهز هاد السيد ولكن انت راه كتعطيني امال كتقول لي فوتر فوتر دو مون دون كور دو تريت اللي كنمشي عند المفتش كيقول لك حنا 46 46 بغض النظر على انه قليل سير اخويا طلع للمركز المركزيه كنطلعو المركزيه خلنا وصلنا ودرنا حطينا ولا جواب ولا حتى شي واحد هنا يعني ان حتى الا بغيتي دير شي دار كان عليك تشارك المهني معاك قبل ما يدير حنا كنطالبوا بالمشاركه ديال المهني اي قرار من الوزاره الوصيه شي راه وقع لنا في المدونه وقع لنا في كذا نهار اللي دخل المهني وشارك ووضح ليها الامور سلكات الحوايج هذا هو المطلوب ديالنا لا وكاين واحد المساله اخرى كيطرح لها شي هو اللي كيتعرضوا لها في الطاقه ديالهم اللي كانوا طلبوا منها هي النقد السري كاين شي النقد السري تطور المشكله انه تطور دابا واش ولاو هذا النقد السري ولاو كيكريو السيارات كيكريو لوطو هاد السيارات اللي ولاو كيتكراو وخدام خدام مع الكار سيارات انيقه انا كنت والله العظيم كنت مع واحد كان وقع لي بروبا قال لي ودي انا راه خلص عليا السياره مع هاد البوابه ديال الكاريه راه كنطلع علاش هو المهم هادو هما الاشكالات Gracias.
شي حاجه اللي نزيدو فيها القدام واخا الا غنبقاو نهضروا في داكشي اللي فات راه ما حتى شي حاجه ما غنوصلوا باش نهضروا بكل صراحه راه حنا مضروري راه كلشي مضروري الصغير والكبير باش ما نبقاوش كل واحد يقعد الهضره ساعه ربع ساعه ساعه ربع ساعه راه كاين بزاف الناس يتبخلوا استجابة استجابة لهادشي حنا غادي راه غادي إخوان تيطلبو المقترحات ديالو وكيعطيو المسائل والإخوان غادي يردو وغادي يقولوها باش يخرجو حنا غادي يزيدو وحنا غادي حنا غادي هادشي راه عاقل للتدخلات راه القاعة تبارك الله شحال فيها يلاه تخي خمسة ولا ستة لا بد خصنا نسمعو الإخوان باش ميمكنش نقولو يخرج قرار من هنايا ويتصدع الإخوان راه غير نبقى غير حنا نتصمتو الإخوان وين غادي يجاوبو وغنمشيو لنتيجة ديال الخصويا على الجدري خصنا حل الجدري هاك البراوط نديهم من باب الوزارة يقفوهم صح السلام عليكم الإخوان السلام أصل السلام صحاب كما تعلم الإخوان العيد الأضحى الأول كما تعلم العيد الأضحى الأول الاقتراح ديالنا كان مقترح أنه إذا ما كانش شي دعم شي زيادة في الدعم اللي تعطينا للإقالة أو نخرج شي غزواني يعني كان اقتراح أو تصديق أو استدعي بك المفترض كما قالت الكريم أنه من بين جزء العيد الكبير كما كتعرفوا أن الإخوان جل المهنيين راه كيتسناو هذه المناسبة هذه باش يخلصوا على الأقل الأوراق ديالهم والبلاوات والصيد شي شوية واحد النسبة ضعيفة لذلك الإخوان كان اقترح أن إذا ما كانش شي دعم للرياضة المهنيين ولا شي كما قالوا الإخوان بالاقتراحات من بعد ما يدوز العيد الأضحى إن شاء الله إما كما كيقولوا توقفوا نديروا إضراب أو لا نبداو واحد الوقفة احتجاجية قدام الوزراء أو لا كما قال الأخ نديروا البراط كاع ديالنا تمايا يكون الحل الجديد. الإخوان بالنسبة للمحطة الطرقية اللي كيقولوا كاين ديال مكناس خلاب كنقترح على الإخوان اللي كيخدموا تما المهنيين اللي كاينين تما يوجهوا واحد الرسالة أو لا شي حاجة من بعد إلا ما كاينش ما بقاوش يخلصوا البوان ديالهم هذه كوسيلة الدعم باش يمشي شي قرار سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيف الله تشوفك السلطه كاينه واللي هي معقيل معانا واللي غتكون دوا صحفيه والقنبله والناس راه روينه الله يدير دابا في مكناس الحكم هذا اللقاء هذا كنجيو كنبقاو بحال هذا الشيء غادي راه خصك تاخذ القرار هذه راه فرصه باش تهضروا هذه فرصه باش تتكلموا هذه فرصه باش يخرج فرصه باش غادي يخرج غضب اللي غيكون في المستوى واللي غتخرج يعني تبعي واحد مجموعه ديال الاشخاص اذا اللي بغى ياخذ الكلمه غنفتحوا لائحه ويتسع صدركم شويه حنا راه جينا هذا النهار هنا باش نتصنتوا وباش تكلموا باش نخرجوا شي حاجه مازال هذه صار 12 مازال ما كاينش ديروا لي اخواني يتكلموا واللي عنده شي تدخل مرحبا به والحين يتسالى هذا الشيء هذا كان راه الاخوان غيتوجهوا من دوا صحفيه مع الخمسه جميع وسائل الاعلام راه استدعينا الاعلام المحلي والجهه والوطن باش غادي تكون دوا صحفيه هذا ماشي لعب اذا الله يجازيكم بخير الانسان يكون قد المسؤوليه ويلتزم قدر الالتزام بهذا المحطه هذه جزاك الله شكرا سي المطري المقرر الله يجزيك بخير
غادي تفتح لنا لائحه الاخوان، لان كيف ما كنشوف القاعه ولله الحمد عامره بالاخوان مشكورين، فتح لنا لائحه ثانيه باش ناخذوا الاراء والمقترحات ديال جميع الاخوان الناقلين. حنا ما جيناش هنا قصدا، حنا جينا هنا نهضروا، جينا نتكلموا، جينا ناخذوا قرار. فهذا القرار ما غتاخذوش الهيئات، هذا القرار غياخذوا النقاد، هذا القرار غياخذوا المهني. لهذا خصنا اراء ومقترحات ديال المهنيين كاملين. لا حنا ما كافينش 10 يتدخلوا، بغينا القاعه كامله تدخل، ما عندناش مشكل. علاش جينا هنا؟ الا جينا ندير اجتماع من اجل اجتماع، علاش؟ حنا جايين ناخذوا القرار وجايين نستنطوا المهني، المشاكل اللي كيعيشها المهني. رغم اننا عندنا جوج نقط على من هذا الاجتماع اللي هو الغازوال والمحطه الطرقيه، لكن غنتكلموا على المشاكل اللي كيعيشها القطاع. هذا ماشي تاخذ النظر اننا غنتكلموا على جوج نقط، ولكن خصنا نتكلموا كاملين. خصنا هاد المحطة، هاد المحطة ديال تكريس هاد القطاع الوطني، خص جميع الإخوان يعطيو الآراء ديالهم ويخرجوا بقرار نضالي، قرار بإقدام المهنيين في مدينة تكريس. وشكرا للإخوان. الناقلين ساكن حيت تيمشيو يهضروا على المشاكل ديالهم، كتلقى الوزارة الرئاسية فواد والنقال فواد، حيت كيدخل النقال اللي معروف تيقول له سير لفلان ولا سير لفلان انت ولا هادي ولا هادي، وحيت يكون واحد النقال اللي ما معروفش تيقول له سير لبيرودور. فرحت المشكل ديال بيرودور. ولهذا النقطة الثانية المحطة الطرقية ديال المكناس لابد ناخذ فيها القرار. ولهذا اقترح بما ان كاين رئيس رابطه الوطنيه وكاين الكاسب العام نقابه وطنيه، يديروا واحد لجنه مشتركه ويجمعوا على الاقل بعض المشاكل ديال النقابه ويحلوها، ويعطي واحد المثال للجمعيات الاخرين، يمكن حتى هما يحلوا مشاكل النقابه الجامعه الجامع ديال المنطقة. بالنسبة للمحطة ديال مكناس، درنا واحد اجتماع مصغر، لكن الحمد لله كاين نقلة هنا اللي كيستعملوا المحطة ديال مكناس. حنا رحنا عينا هادي تقريبا الله يسامح قرض المحطة تقريبا عامين وشي حاجة، راه غادي في 3 سنين فكتخلص لا محطة. النقال كيخلص الواجبات ديالو، ما كاين لا نظام في المحطة، ما كاين لا سير في المحطة. ولهذا حنا اضطرينا باش غادي نطرحوا هذه النقطة هنا باش الإخوان كلهم ياخذوا واحد القرار. والقرار اللي قال الأخ دويلة يمكن راه سائق، وهو أنه ما نخلصوش البول وغنجلسوا في المحطة وغنخرجوا من المحطة وغيكون عندنا حتى شي إشكال. وإلا درنا هذا القرار هذا راه غيتحل المشكل، لانه لا يسالها ما يمكنلهاش تخدم هكا، والناس المؤسسات المعنيه غادي تلقى الحل. وشكرا ولكم واسع النظر. محاوش يكرروا الاخر. لا ما مشيتي انت ولا؟ وعلى ذكر مولاي سليمان بهذه المناسبة كنتقدموا الشكر للسي مولاي سليمان وكذلك السي عبد الله على دعمكم لهذا اللقاء هذا يعني المجموعة ديال الأنشطة اللي كتقوا فيها الرابطة. أنا على بعد واحد النقطة على مجال هي القضية اللي كتخص الشركة اللي كتولى المحطة الطرقية اللي راه جالسة في المارش وراه التفاعل هو الصفر ديال القاع. يعني راه من عرض القاع كما قال راه تقول ما غيتخلصش. إذا نبداو لائحة ثانية سابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر نشكر الحضور الكريم للناس المسلمين في البلاد، نشكر عليك على الحق العظيم، رئيس نقابة الرباط المسلمين الكريم، أعتقد أن السبب ديالنا ماشي مشكل.
رايكم. انا عندي اقتراحات ما تقولوليش. الاقتراح الاول الذي يليه البحث الطرقيه، اما جوج بلوكات، اما عدم استعمال المحطه الطرقيه بتاتا مثل درناها سابقا مش حدنا، اما استعمال المحطه الطرقيه وعدم اداء واجبات ولا الرسوم بكلشي ديال المحطه الطرقيه. هذه نقطه اولى. ثانيا كنطلبوا مقاله كامله سواء للترانزيت المحلي اذا كان ممكن ولا لا كاقتراح ديالي. غادي نستعملوا المحطه الطرقيه ما غاديش نخلصوا الواجبات ديالها، غادي كوموندي الحافله الشيفور والكريسو ديالو واي القاضي ديال المستخدم ديالو بالوريقه ديالو، ماشي بالوكاله، بالوريقه ديالو. حنا كنعرفوا الناس برامجيين ما عندهمش اللي غيقابلو كي غادي لهم، ولكن غيدير واحد الخدام ديالهم ماشي الوريقه ديالكم ديالو لا سي اس داكشي ديالو كتكون تعرف به ذاك العلم باش ما يقابلنيش انا هذه الحافله وهذا الحافله. هذا هو السبب باش يخلق المشاكل في المحطه الطرقيه. الانسان غادي يجي يقول 90 الف شركه يخدم فيها سي نورمال غيحيد هذا وعدا هذا. هذا كان اقتراح ديالي اذا كانوا الاخوان حتى هي تهبط ديال المنطقه. علاش غنديروا هذاك؟ باش هذاك غادي يكون قابل ديك الشركه وغادي يمشي بحاله ملي تخرج ديك الشركه ديالو تمشي تمشي ماشي يدي مسطن بهذا ومسطن بهذا ويجيب البلاصه ديال الزوم هنا واحد الدار عنده ديال الطابق عنده الباساجير ديالها. هذه النقطة الأساسية. بالنسبة للغازوال الاقتراح ديالي أنا هو الزيادة في ثمن التذكرة. ما غاديش نسمي أنا نبدا حنا فيه 6 ولا 7 درهم وغادي تخسر 4 مليون 5 مليون كتمشي بتاتا هما عطاهم من هنا تيزيدوا عليه فواديس من جهة أخرى. علاش ما نزيدوش على المواطن؟ المواطن يخرج اللي يخرج من الشارع ماشي حنا نخرجوا. حنا كنديروا واحد المهمة غادي نديوها صائبة. حنا غنزيدو على المواطن ونتفقوا كلنا ما فيش واحد يزيد من هنا واحد يزيد من هنا. والسلام عليكم ورحمة الله. هادشي ما كنهضروش عليه.
وراه هذا هو اللي سنتظروا، هذا هو اللي سنتظروا عليه. السلام عليكم ورحمه الله. وهذه الزيادات الصاروخيه سواء في المواد
الخام اللي كنستعملوها سواء كانت محروقات او كبير روشونج او اي حاجه كيف كيف يعقد انني غادي تلزمني انني ما نزيدش في التعريفه وتسكتني بالمبلغ ديال 7000 درهم. انا كنعتبر المبلغ 7000 درهم ما كيساليش حتى 15% ولا 10% من الزياده اللي تزادت علينا. يعني واخا غنبغيو نناقشوهم في المساله ديال انهم يزيدونا في المبلغ ديال 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 دي الدعم، يعني ما يمكنوش انهم يوصلوا يكفيونا حتى المصاريف ديالنا. حنا المعاناه اللي كنعانيو منها دابا ان من كوفيد هنا زادوا مجموعه ديال الانماط النقد. هاد الانماط النقد هنا ربما كنا سبب فيها وكاينين اللي كانت خارجة عن الاراده ديالنا. لان المواطن ما عارف راسو يمشي في الطاكسي ملي جرب الطاكسي ولا يبان انه هو السيارة الاسرع وامن للحافله. حنا ما بقاش عندنا واحد العلاقه مباشره بيننا وبين المواطن ولا بيناتنا الوسيط. وهذاك الوسيط في الاول ربما كاين شي نقلة اللي هما كيدعموه. شحال من مره كيجي وسيط كيتعدى على مول على مول الكار اللي كيوضع بغا يقوم معاه باللازم كيجي نقاد كيلعب عليه. اذا هنا اذا هنا راه حنا ولا عندنا حنا مشكل حنا مع بعضياتنا. انا الاسم ديال الرابطه عجبني وما كرهتش على الرابطه جميع الناقلين في المغرب. ما يبقاش هذه الجامعه الفلانيه وهذا النقابه الفلانيه وهذه الجامعه الفلانيه. حنا كاملين عايشين في واحد الخندق واحد. عندنا مشاكل وحده كتوحدنا كاملين. يعني حنا اصلا نحاولوا اننا نتعرفوا مع بعضياتنا. حنا الا ما تعرفناش راه غنمشيو بحالنا بهذا المفهوم بلا ما نبداو نكبروا راسنا. لا انا هذاك ما نبرزش معاه، هذاك ما نكونش معاه، هذاك ما نمشيش معاه. حنا راه حنا المهنه كتوحدنا والمشاكل اللي كنعانيو منها كنعانيو منها في جميع المحطات. سواء كنت انا ولد فاس ولا ولد مكناس ولا ولد طنجه راه عندي كراتي نمشي لمحطات اخرين. الا كنت هنا عامل عزي في محطه اخرى كيديروا رزقي. حنا الا ولاو الوسطاء ما كيديولناش رزقنا راه حنا ما غنعانيوش هاد المعاناه اللي كنعانيوها دابا. راه المواطن كيستعمل راه الوسيط كيستعمل النقال باسمنا. كيمشي عند النقال ولا عند المواطن كيقول له دير الطايفه زادت والمازوت زاد كيتخلص من عنده التعريفه زايده وشي يعطيها الى تعريفه ناقصه. يعني هاد المشاكل هادي كامله اللي كنعانيو منها يعني خصنا نشوفوا لها حلول. وهاد الحلول باش يمكننا نشوفوهم خصنا اولا نتعرفوا مع بعضنا ونتوحدوا مع بعضنا وديك الساعه سيدي بينا راسك. سمونير وأهلنا كانت مرحلة هو يأتي بها ودالي أساسي واقع واقع ديال الليلة راه كما تيقول المثال ديالنا راه شوية من الحفلة وشوية من الحب ليدين. هذه راه ضرورة ولأنه وفور مسافي المحطة الطرقية كان نتيجة ديال تعور مجموعة ديال المهنيين والممارسات اللي تمارسات خلال فترة الحكومة. إذا هذا حتى هو مطلق وحتى هذا واحد الملف اللي الجنة ما كتبغيش تقول لكم شنو غيدير ولكن من خلال ما تخرج شي مقترح كيتجاب على المهنيين. إذا الملف كذلك اللي هو خصنا نعملو عليه هو تحسين صورة المهنيين عند المسافرين. وهذا غيلزم حملات وغيلزم انشطه وغيلزم واحد الدخول في علاقه جديده مع المواطنين باش يمكن لهم يديروا الاقبال بالرابطه على المحطه الطرقيه. اذا سي غازي عماد. السلام عليكم. كنشكر الاستاذ الاجتماع والكلام اللي كان غادي نقولو راه كانوا في سن المولد اللي نختموا به اللي يعلم الله في قلوبكم خيرا لبعضكم اتاكم الله خيرا. واللي نقول لكم هذا هو خصكم وقفه اداريه باش نطبقوا بها الناقوس. الى مشينا غير هكاك راه ما كان والو خصنا وقفه اداريه باش نبقوا بها النقص ديالنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نفسي الحويسعي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين اللي هي تخلقات من المعاشرة وديال القلم والمعاشرة ديال البحث التركي واللي كان كيفترض بينا بأن هذا الدفاع عن حقوق المسافرين كيخص غير بالنقالة وبالنقل الطرقي وبالمحطات الطرقية. وإذا بينا نكتشف واحد الحاجة اللي أنا كنقولها كنصيحة ديال المواطنين للنقالة، كنوصلكم الصوت ديال المناقين ديال المسافرين اللي هما اللبنة القوية، هما الأساس ديال كلشي ديالكم. اللي لا ربما كنت سمعت هذا الأستاذ اللي هضر قبل مني ما كنتش غادي نكبر المداخلة، كنت غادي ندخل نتسنت لكم ونشوف المخرج اللي غادي يبان لكم. بالله عليكم دابا تنهضروا على 7000 درهم وانا غادي دابا غنتقمص الدور ديال الدكان ومنهضرش على المسافر. واش تنهضروا على 7000 درهم وما نهضروش على المسافر اللي مشى لينا؟ وشحال هذا ديال الوقت باش مشى لكم المسافر؟ واش تا الكوفيد؟ الكوفيد غير بغات تعلق عليه ديك الشيء اللي قسم الدار ديال الجامع. وقتاش مشاو لكم المشروع ملي مشى لكم المسافر؟ وفين مشى المسافر؟ ربما انا درت هاد الجمعيه هادي 7 سنين 20 عام قبل كنا وقت ما تقرب شي عيد ولا شي حاجه شنو كتلقى في الاشاره في التلفازه؟ راه كانت واحد كيقولوا واحد القتل ممنهج ديال النقالين وديال المحطه الطرقيه. وانتم كنتوا في دار الفلول وسمحوا لي نهضرت بهذه الصراحه، الا شفتوني كتبت وقفوني الله يجازيكم بخير. كيقولوا الذات ديالي تتحرك تنقول ربما نعكر شي واحد وانا باغي له الخير. راه مشاو لكم المسافرين وفين صيفطوهم؟ ملي كيقربوا العواشر تتبقى ديك 15 يوم ولا 7 ايام اشنو كتلقاو في الاذاعه؟ لا في الاولى ولا في الدوزيام ولا حتى يوريو ليهم المحطات الطرقيه. هذاك راس الخا هذا زادوا عليه استفحال الاجراء بالمحطه الطرقيه الزيادات المفحمه وعلى ذاك الوسيط ما كيزيدش ما كيديروش شي فوضى. ايه ننتقد النقل الطرقي في الحافلات ولكن ما غاديش نكون منافق ونضرك على الوسيط حتى هما تيزيدوا حتى هما تيديو الناس واقفين وفي بسيتي ايه باش هاتوكم معي بطل قتلتو راسكم بيديكم قبلوها من اخ ماشي من قبلوها من اخ قتلتو راسكم بيديكم جريتو على المسافرين ديالكم. الى حسبنا غير كي قال الاستاذ تعطونا 7000 درهم تعطيني 7000 من هنا وتدي لي 700000 من هنا ما تعطينيش الدعم ما تعطينيش الدعم خليونا نحافظوا على المسافر. صيفطنا الساتيه فابور جات عندي واحد المسافرة وقالت لك ركبت ب 120 درهم يمكنها الصربط ما تجيكمش الشقيطة ولكن في التلفازة غتلقاو غير نتوما ما كنبغيش عليكم الورد راه إلا شفت شي حاجة غنقولها غير دابا باش تكون مصالحة عامة دالكم الساتيان دالكم المسافرين تنقولوا الأزمة وكاين كوفيد داخل عليكم بالله واش ما تتمشاوش الدرهم واش خاوي الدرهم عامر ولا لا؟ غسيتي عامر ولا لا؟ سيبراتور عامر ولا لا؟ وما يقدروش يقولوا بان نقصوا المداخل ديالهم وهما تيزيدوا هما تيخرفوا القلم ولكن انتم تدوزوا في الاذاعه. واش عمركم درتوا الاضراب على الاذاعه؟ قضيه المحطه ولا هذه راه انا عارف بانكم تقدروا تقضيوها في النهار. وعلاش ما وقفتوش ملي كيديروا لكم الاشاره انتم بوحدكم؟ علاش؟ لان كيضربوا ليك المنافسه الشريفه. الا تقصيتوا انتم غادي يبقى بنادم ما عنده حتى شي اتجاه من غير لو اس اف كيف دير تران وسيبراتور وغادي يبقى لنا لا سي تي ام. وحنا غير درت عليك مع عمر هذيك ماشي واحد والله العظيم كتبت عليه ويمكن بعض الخطرات اكثر من القياس وما عمر شي واحد هددني. وحنا غير كتبت على لا سي تي ام وما عمرني عرفت شكون مولاها وكتب لي واحد في التعليق واحد التعليق راني باقي محتفظ به. واش عرفتي راسك مع من تحتي؟ عرفت راسي شكون هذاك ولكن انت ما عرفتينيش شكون انا. انا مواطن حر تندافع على الحق. راه ما هدرتوش على المسافرين رجعوا المسافرين ورجعوا لهم حتى الفلوس ديال الدعم
رجعوا حسن الاستقبال المحطه الطرقيه والله ما تحتاجوا ذوك الفلوس ديال الدعم. رجعوا المسافرين للمحطه وبامكانكم الوقت اللي غادي نمشيو نديرو شي تجمعات اللي ما تعطيش شي افاده 100% حتى حنا نمشيو نوقفوا في الباب ديال الدرام ونديرو اشهار بان المحطه الطرقيه راه تغيرت وتغيرت الرؤيه ديال النقاله وراه ولا حسن الاستقبال وكاين واحد الاثمنه تنافسيه ونديرو حتى حنا السيد. انا دابا كنت راسي ما كنهضرش حتى ندافع عن المواطن ولكن راه الا تصلح الامر ديال النقال راه تصلح الامر ديال المسافر. حتى حنا نديرو اشهار ونقولوا بان كاين حسن الاستقبال ونصوروا الحافلات ونديروا السيد هاد التوقيت هاد التوقيت وغادي تلقاو راسكم حميتوا راسكم اللي خاصكم ودخل عليكم والله الا ما تقبلوه بصدر رحمه. النقاله موالي نمشي خاصكم ميثاق شرف بيناتكم خاصكم ميثاق شرف بيناتكم. راه الا ديتي ليا انا في مكناس غندي لك في الرباط وإذا ديتي الاخر في الرباط غيدير لك في مراكش. وشنو كاين عليكم؟ كاين عليكم الرزق ديالكم الحقيقي. راكم ما محتاجين تسعايا حتى شي حد. راه رزقكم تيمشي قدامكم وانتم كتشوفوا. وكاين اللي كيتباع ملي كيدير الفوضى في المحطه ولا تيلتبس وتيقول راه فقر راه غادي تزيدوا تخرقوا راسكم وهما تيتفرجوا فيكم وعاجبهم الحال. عرفتي علاش؟ لان انا عندي احساس بان كاين واحد مخطط ومنهج باش المسافر يمشي عند الوصف ويمشي سيبراتور ويمشي لشركات خاصة اللي هي كبيرة وغادي تقصاو حتى دوك اللي كانوا عند بالهم راهم فوق من هادو وقل من هادو. غادي تدخلوها في الدماغ ديالكم. أنا نعطيكم غير واحد المثال. أنا كنت في دراكي سابق عندي ديبلوم ديال دابا الشرطة كذا ملي كيبدا الكراد تيطلع تتوصل لهاد جيدون شاف واحد جيدون شاف قالوا له كيف كتخدم مزيان هذا غادي تزيدو في الكراد. قال لهم بغيت نكون الكبير ديال الصغار ما نكون الصغير ديال الكبار. بغيت نكون الكبير ديال الصغار ما نكونش الصغير ديال الكبار. ما كنتش غنتدخل اقسم بالله انا غادي نكون سبقني هاد السيد هذا وربما نقول لكم كاع شنو الخطر ديالي. هدرت على الكيران هذا ولكن عقد انا عقد اللي ماشي نقال وانتم ما بغيتوش تعرفوا. حسن الاستقبال حسن الاستقبال راه داك انا سمعت الاستاذ سبقني وقال لك اودي غادي داك الموظف اللي غادي يخدم معاك خصك تدير له وريقاتو وواحد شويه هو يعاود يترجع. لا ماشي زعما دير له الوراق اختي علاه دار له الوراق. اذا درتي ليه الوراق غادي تكون اقل ضررا 10% من داكشي اللي وقع لكم دابا. موظف بوريقاتو تيقابل لك الكار حسن لك 10% ملي كيفيك راه غادي يكون غادي يدير له الرزق غادي يبدا نخلصو وغادي يبدا الحساب. شوفوا شحال كيدير عليكم داخل عليكم بالله حسبوا غير 70 درهم ديال المسافر الا مشات لكم. الاستاذ قال 5 2 درهم ونص ديال الكيلومتر. الا ضربنا دابا ولات 5 الا ضربنا 5 ديال الدراهم في 100 شحال غتمشي لينا؟ طلعنا في 500 درهم. وإذا مشاو لينا 100 ديال المسافرين ديال 70 درهم 7000 درهم هذاك الشيء غادي تعطيك الدولة في 3 سنين ديال الغدر فيها كورونا وفيها عطيك 7000 درهم وباقي لينا غير نزيدو شي شوية والله إلا كفاتكم واخا يضربوها عليكم. تنتظروا المسافرين هنا وتقبلوا مني صورة مرحبا أنا غادي نزيد نقدر نقول لكم الله يخليكم. لعبوا على الإشهار لعبوا على الإعلاميات. أنا من هذا المنبر ونتحدى اي نقال يعطيني درهم الله يخزيه ولا الله يخزيني انا تنقول لكم فيه. انا مستعد ندير لكم سيت ديروا فيه جميع الحافلات ديالكم ديروا التوقيت ديالكم كامل باش حتى الا بغيتي شي واحد اذا ما بغاش الضمير ديالو انه هو يدي شي حاجه ديال نقال اخر غادي يكون سيت. انا عارف الكار فوقاش غادي يمشي وفوقاش غادي يوصل واشنو النهار واخا يجي يقول لي شي واحد غنعقل على المعامله ديالك غنعقل على الشيفون غنعقل على هذا وغادي نجي انا نقلب عليه ما يحتاج حتى شي واحد يوري ليا واخا يبغي شي واحد يعطيك الدروج. استعملوا الاعلاميات انتم عرفتي كيف ديروا الاشهار كل نهار حافلات و علاش انتم ما عمر شي واحد فيكم دار الاشهار. ديروا اشهار
شامل محطة الطرق ديال الكيران باش يقولوا لي عنده الحافلة مخيرة مع الحافلة متوسطة واحد يضرك على راهو راه ما تيعسل كلشي راه الكلمات الزوينة كتعسل كلشي راه إلا وقفتوا برجليكم والله تضربوا وإلا بقيتوا دايرين فيها البادرون كي درت أنا البادرون راه تديروا بعيد نخدموا بيديكم الله يجزيكم سي عزيز الدكتور ولكن
البلدي شعلت الكيس على التغطيه. اذا ملي وصلوا لهاد المرحله ودابا راه داروا فينا مزيان او ما عيطوا ما كاع لم كاجوا باش باش ما نقول لهم عاوتاني انتم اللي قررتوا انتم اللي درتوا انتم اللي درتوا سمعتوا وتحملوا مسؤوليتكم قالوا عليكم تعيطوا علينا او ما عيطوا علينا راه قال لكم انتم قررتوا غير نقولوا لهاد الناس هذا يمشيو لجهنم ما يمشيو لجهنم ولكن يمشيو معاهم. إذا بالنسبة للغاز والله يلزمون بها هادشي ديال الداع ديال 7000 درهم ولا 6000 درهم ولا 2000 درهم راه ماشي حل هذا. الحل الوحيد وهو إلا بغات الحكومة أو إلا بغاو المسؤولين أن هذا النقاد يشتغل وبلا ما يقيس مواطن وما يدعموه نجي أنا بالمنبر نلقاه 6 درهم ولا 7 درهم لا ما برفع عقلي راه كاين هنا الناس اللي ما تبقى نقول ولا نقول وباش حتى هاد الصورة هادي قولوا لنا باش حتى هاد الفرقة الله يحسن الأعوان بهاد الصورة هادي بلا ما ندير السمية وما إلا جيت في الكاف فرقة الصباع لا إله إلا الله ربي وحده ولا شريك له وخمسة فرقة أقول لنا في هاد الكاسوال هذا اللي داير هكا خمسة فرقة باش جينا اللهم إلا الله أكبر. إذا الله يلزمكم بخير إلا كاين شي حوار ولا كاين شي حاجة أسيدي ما يعطينا والو لا هو عمر البوابة لا هو النمير الصاشي لا هو كاين دابا الناس مازال ما خدام حتى ثلاثة مطوحين وقال الدعم ثالث فين هو الدعم ثالث كتمشي للبوابة تلقى مشاكل طلع للرباط كما قالوا الإخوان تلقى مشاكل. إذا الله يجازيكم بخير إلا كاين شي اجتماع اللي هو نصبي واللي كنتمنى هو نصبي أنه الله يجازيك بخير خلي هذا المقام في التسع ما تعطيه ليه يعني المنظور ديالك يجي نقال يلقاه ب 6 درهم ولا 7 درهم وانتهى الكلام. وبغيت الاشكال النظاميه الله يجازيكم بخير ما نكونوش اندفاعيين تقول الاشكال ديالنا بشكل تدريجي دار وقفه اولا انذاريه دار وقفه انذاريه ما كاين والو هذيك الساعه هذا معروف هذه الساعه كل حضرتكم معروف والنقطة الأساسية اللي بغيت تعلميها هي أن التقطيع هو المشكل راه ما بقاتش المكاتب والكاشيات والمشكل راه بقات المشكل راه خصنا نعرف بأن المكتب ديالي ولا ملي نقرروا أننا قررنا الوقفة صافي انتهى الكلام راه واخا واخا المشكل هذاك هو التقطيع أنا وصلنا لواحد واحد 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 يعني واحد المستوى ديال التقطيع وهذا غادي يقوموا به أنا ذاك غادي يقوموا بالواجب ديالهم لأنهم وراءهم القانون بطبيعة الحال. أما إلا هادو غاديين ومليدين ولا كبروا ولقاو القاعدة ما كاينش وحنا غادي نجيو تما القانون ونسمح إلى فرنسي وبين قوسين معكم واحد القطاع عيطنا له ديال القطاع نقد كرة حتى هو وكيتصنف من درجة حتى هو الثالثة بناء على الطاهر الشريف اللي هو القطاع ديال نقد مزداويش اللي كاينين الإخوان ديالو أعضاء المسلمين واحد الهيئة الوطنية اللي هي أكثر تنجبية في المغرب فإذا كنت تعطوا واحد الكلمة أعتبر الله بغيت تخليهم خليهم وما راه كاينين راه حاضرين كان اللي جاي من تطوان كان اللي جاي من الإخوان ديالي اللي جاي هنا تحية للمول وأتسميح الإخوان ديالي. كل واحد ديال السي خالد بن عيم وعطيو كلمة ديال من بعدها نعطيو الكلمة للإخوان ديال النقد المسلوش الشكر الجزيل للهيئات التي قامت على تنظيم هذا اللقاء الذي اعتبره محطة مهمة في مسيرة النضال والتي يجب أن تؤرخ. أنا غادي بعجلة غادي نتطرق لما غاديش نخرج على النقاط ديال جدول الأعمال اللي هي المحطة الطرقية والزيادة في الأسعار ديال الدم. فيما يخص المحطة الطرقية هناك تحولات المرجوم للمسؤولين أنها تفتح تحمولات لتحط المجهز البلدي
ديال اي مدينه سواء كانت محطه مصنفه او غير مصنفه ان الشركات مادام اننا كنحطو كنخليو الباب محلول للجمعيات وكنخليو الباب محلول للمذهب بولب انه يدخل المحطه وكنتشكاو علاش كاينين الكورتيا علاش كاينين الوسطاء علاش النقل حري به هو اللي يجيري المحطه النقل حري به هو اللي يجيري المحطه لحقاش قالو كادر باش يعدل واحد مثال بسيط فيما يخص المحطه الطرقيه ديال خنيفره محطة الطرقية ديال خنيفرة النقالة هو اللي كيجريوها ما كاينش هاد المشكل ديال الوسطاء نهائيا ما كاينش مشكل ديال الوسطاء علاش ما ناخذوهاش كالاسوا ونتعاد ونمشيو حتى حنا في هذا الاتجاه إذا لاحظتوا بأننا مجموعة ديال المحطات الطرقية كتلقاو بعض الشركات وربما شركة وحدة هي اللي تدور في المنطقة وكتلقاو ربما ديك المحطة اللي كتجي من هذيك الشركة هي اللي فيها المشاكل هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان واش النقل ما عندهمش شركات كاينين شركات وربما راه كاين اللي عنده باع كبير في مجال النقل ويتحمل هذه المسؤوليه او تكون واحد التعاونيه او رابطه ديال النقاله هي اللي غادي تكون وتجيري المحطه ونتفكوا من هذا المشكل لحقاش التسيير ماشي سهل كاين اللي كيتشكى مثلا من خمسة دواء تيحيدوا لي 5% دواء كيحيدوا لي 10% دواء كيحيدوا لي هذا الشيء راه إذا ما قمتوش به نتوما كنقرا راه يعني حتى شي واحد غادي يقوم به وتكوني لأن بوسياسيون مع الكومين مع المجالس البلدية تكون بمجموعة ديال الشروط وهاد الشروط هادو النقابات والرابطة هي اللي غادي تكون هي الانترميديار هي الوسيط ما بينكم وما بين سميتو الوزارة الوصية باش تحط في دفتر التحملات مجموعة من النقاط اللي أساسية واللي كتخدم مصلحتكم نتوما ما كتخدمش مصلحة الوسيط هذه من جهه مضطره كمساله واحده اخرى اللي هو تحسين العرض هضروا الاخوان على مجموعه ديال ما غاديش نجتر انا الكلام ديالو وانما غادي نقول لك بان تحسين العرض ما كاينش خوك في الحرفه عندك راه كاينه كل واحد كيضرب على راسو جبد من هنا وانما كنخليو ان المواطن وكنخليو ان المستهلك كيمشي كيقلب على بعض الوسائل واحده اخرى باش يتنقل وباش يتحول اذا قلنا تكون المنافسه الشريفه تحسين العرض باش يمكننا نستقطبوا هاد المسافر ولا هاد الراكب هذا اللي هجرنا نحاول اننا نحسنوا العرض ديالنا بما يقتضي كل واحد راه كل نقاد الامتيازات ديالو كل واحد الامكانيات ديالو ولكن نديروا لو ماكسيموم حاجه اللي قدي دير على شي حاجه باش يمكن يسترجع الثقه ديال النقاد يكون احسن بالنسبة لواحد التعقيب بسيط وتسميح على زيادة في التسعيرة، زيادة في التسعيرة إن كانت ستنفعك قليلا فستضرك كثيرا، زيادة في التسعيرة غادي تكون السبب ديالها هو داك الشيء اللي بقى غتكمل له داك الشيء اللي خصو، هاد الشيء اللي بقى ديال المسافرين اللي مازالين دايرينوها عن ثقتهم فهذا سميتو في المجموعة نظرا للمجموعة ديال الكيان وعلاقات شخصية ولا راه غادي تضربوا ليها تلافا وغادي يمشي يهزر كاع واحد اللي لحقاش كاينين دي موايان واحدين اخرين اللي كيستعملوهم الناس كما قلنا النقل السري كما قلنا الناس كيكريو طوموبيلات وكيديروا هاد المسائل هادو كما قلنا المضاربات كيجي واحد انا الا كتمشي انت تمشي ب 800 درهم انا نديك ب 60 درهم خويا غاش بالنسبه لدوز الكادوار حنا ماشي شغلنا كنقالة أو كمهنيين كيدافعوا على النقالة ماشي شغلنا حنا نلقاو حل الحكومة الحكومة خصها تلقى حل وكاين مجموعة من الاقتراحات التخفيض الضريبي كاين فتح محطة ديال سيما ديال التكرير كاين مجموعة ديال الحوايج حنا ماشي شغلنا في هاد المسألة هادي المسألة حنا ديالتنا واللي كتهمنا هو أننا ناخدو خطوة نضالية اللي خصنا نركعو على الحكومة هادي اللي خصها تسمعنا اللي خصنا تكون عندنا واحد القوة ضاغطة راه أي قطاع عنده لوبي ربما النقل ما عندوش لوبي ولا ربما كاين لوبي منحاز كيكون لوبي منحاز نتمنوا أن هاد القضية كيما قلت لك خوك في الحرفة عدوك ما تبقاش نتمنى تكون تواصل نتمنى تكون وحدة نتمنى تكون واحد نجمعوا اللحمة باش يكون الصوت ديالنا مسموع وشكرا كم كلمة للإخوان ديال النقل المستوجب بسم الله الرحمن الرحيم
بدايه اهنئ ممثلي الهيئات النقابيه والجمعويه السي اسماعيل الهلالي والسي جلال الرحماني والاخ الكريم اعتقد انه تحيه باسم ديالو تنحييهم تحيه نضاليه خاضعه على تنظيم هذا اللقاء اللي هو جا في الوقيته ديالو وكنا كنتصدروا منه كثير في الحقيقه لان الاشكال اعمق يتداخل فيه الوطني ويتداخل فيه المحلي وما ننساوش الجهوي ان اخوان النقاله اللي كيواكبوا الملف ديالهم راه في اطار راه ممثلين برجولو باش ينزل الجهات وبالنسبه للاحاطه بجميع المشاكل ديال القطاع يصعب اقول يصعب بكثير ولكن انا كلمه ديال السي عزيز جاتني غير لانه هو خضر مستمر في اطار النقل المزدوج والنقل العمومي تيقول واش تعطيو مداخله للنقل المزدوج وصيغه اخرى واش ما ممكن تعطيو مداخله للنص ديال الشعب المغربي لانه يقطعوا البلديه وهذا هو صيغه الاكثر حاجه الدوله والواقع اللي كيعيشوه ولكن ما يمكنش نعمر جميع المشاكل ديالنا لان نمشي بعض الدقائق فقط اللي كتجمعنا كمشاكل لان مصنفين من النقل العمومي المسافرين وتنقول الاشكال فيه ما هو ذاتي ما هو موضوعي فيه حنا كنقالو فيه الوزاره البيت الا ما ترصاش مزيان وما كانش التفاف على الصعيد الوطني حول هذه القضايا هذه انا تيبان لي غادي يصعب علينا مجموعه الامور اذا هاد التتات وهاد الجمعيات وهاد ما فهمتش انا الناس تجي مبادره لواحد السيد تيعقلها واحد الشخص اخر وهو كيعاني من نفس المشكل معاه تنصح على من الاستفاده انا تنقول هذا الشخص كان هنا ولا هنا اللي جات منه المبادره وجاب شي حاجه من القطاع خصنا نصفقوا له اذا ما كاينش شي معنى اللهم الا كان كيخدم الاداره ولا شي جهه معينه هذا جانب الجانب الثاني هو تنقول عاوتاني خص القوه الاقتراع ديالنا باش كنقول تحتيه في البيت الداخلي ثم القوه الاقتراع لان هذه الوزاره دابا حاليا تنقول لك الاشكال الاخوان راه في الذات كاين ذاتي والموضوعي كاين هنا وكاين الوزاره الوصيه نحن المشكل راه عندنا مع الوزاره ما هو محلي كاين مع المجالس وشي حاجه من هذا القبيل ولكن شنو هي القوه الاقتراحيه اشنو هو هذا الاتفاق شكون هذا المجمع اللي يجمع الناس نقرا على الصعيد الوطني حول واحد الكلمه محايد شنو هي القوه الاقتراحيه حول مستقبل القطاع راك في القرن 21 وعندك تنافسيه شنو هو السؤال اللي كيطرحوا المهني على الصعيد الوطني حول مستقبل القطاع ظاهر القوانين اللي تمشي راه باقا ديال 63 واش هذا وضع ثم المعادله اللي كتجمع على واحد النقله فيها صاحب الرخصه فيها المستغل عند الرخصه وفيها صاحب مهني شنو الاجوبه شنو الاقتراحات هاد الاخوه اللي كتقترحوا باش ما يصدر تطرف من هاد الاطراف وهاد المعادله نخرجوا منها واحد الواقع وتصرفوا به واحد المستقبل الا ما كانتش هاد الاجوبه حارقه حول هاد الافاق ديال هاد المهنه راه حنا كندورو غير شي حاجه مازال ما فهمناش المشاكل ديالنا العميق هذا التصور ديالي خاص كمهني بسيط مقابله بسيطه لهي النقل المزدوج تحت شعار كاين المغتربين باقي جاو السؤال ثم حنا باقي عندنا ملحوظه في المقدونيه انها تعتبر من طرف صاحبها وتعطات المعوق ولا الارمله ولا اللي ما يمكنلوش يستثمر لا ماديا ولا عنده اعاقه وراه ناس عاطيه فلوسها وكتعيش كما كيقولوا في النوار والدعم دابا بسميت من غير شي كاين باقيين عايشين مع الطليل الوزاره كتبدا مع الوزير كيقول لك كاينه لجنه تقنيه تتبقى مع اللجنه التقنيه شويه كيكمل معاك جا كونجي عاوتاني ما نقدرش ناخذ قرار خصني نرد للوزير خصني قرار سياسي داز 5 سنين ما كاين حتى حاجه هاد الواقع راه تنعيشوه كامل خلي الصفوفه ديال المخالفات الزجريه خلي الملف الاجتماعي للصحيح المهني الغازوال كيجمعنا وعداد الامور حنا ولادكم هذه واحد النقطه اللي ما شرات حتى شي متدخل ما تنجحش شي حاجه في هذا الشيء ديال هذا المشكل ديال الغازوال اللي ما فتحتيش على باقي انواع النار وحتى الشاحنه خصها تهضر على والطاكسي والمدونه كامله لا ما كانش التفاف حول باقي انواع النصك مع باقي انواع النار الاخرى سجل السجلاني راه ما يمكنلكش
تضمن شي مستقبل حاول باش تخرج من هاد الازيق. لا فهمنا طالب بالغازوان وفرضات وطالب بالغازوان السياق ديالها اللي جا فيه جوج نقط، جا سياق وطني اللي هو الدوله دارت اصلاح المقاصه، والسياق الدولي اللي هو الخرق. فرضوا الخرق سالات غدا ولا كانت 800 درهم، واش تسال المشاكل ديال النقاله؟ راه ما تسالاتش، راه باقي الملف المطلبي واقف في بلاصتو وباقي نحتضر ونتراجع وغادي الافلاس. اذا العمل خاصو بزاف الامور الاخوان، خاصو لقاءات مسترسله، خاصو تنظيم قوي. الا كانت البيت ديالك دار الجاج ما تسناش تضرب الناس بالحجر ولا دير شي وقفه يجلس وبقى كترغب ولا شي حاجه بهادشي اللي رانا غادي نفيد. اما لما ما كانش وعي التنظيم صحيح على الصعيد الوطني، لا ما كانش ارتفاع، لا ما كان انواع النقل، لا ما كانش القوه الاقتراحيه اللي تسمع وزير. خاصو يكون عندي تصور للمستقبل، الملف جاي للجهات ويكون عندي ما نقول لهاد الوزير ونقنعو به. راه انا راه عارف الواقع كي ندير والو، وهذا الشيء خصنا نجلسوا له بعضياتنا ونقنعوا بعضنا بعض ونذكروا اشنو خاص يدار. حنا في قرن 21 كاينه التنافسيه قويه من هاد الاصناف اللي ذكروا عليها ديال التراك او ستيام وكذا، وشي وسائل نقل خرجت جديده كاع حتى النقل السياحي تيعاني منها. انا بغيت نقول الاخوان هاد الوزاره ما عندهاش كاع نهائيا، لان خاص الحقيقه كيما قلت كاين ذاتي كاين حنا كيف خصنا نكونوا كاين الوزاره. هاد الوزاره بالنسبه للاراده السياسيه ما كايناش عندها، ماشي غير معنا حنا، لا النقل السياحي ولا الفضائيه ولا الدولي. بعدا حتى مع شي واحد شي حاجه راه جالس كتربح الوقت، جالس انت تدخل انت عندك لو سيساجي انت بدا، راه هادشي راه خاصو الخدمه. ونرجع لهذا الموضوع باش ما نطولش عليكم. مسألة الغزو السياق الوطني اللي جابها لي هو دولة خلات خصها تحل المشكل هي. في كوفيد دارت تهز الناس 50% ما تزيدش الثمن، او التعميد طالع عليك ديال 100% ديال 50%. دابا تتقول لك ما دير والو حفاظا على السلم الاجتماعي ولا ما عرفت شنو. حنا هذا السلم الاجتماعي غيتحملو حنا، ما يمكنش ما يمكنش مقاولة بسيطة عندنا مجموعة اللي شارج تحمل هذا السلم الاجتماعي. انا كنقولها راه واضح الكلام، خاص الدولة راه تجربة الكازوال في العالم كله بزاف الدول ديالها دخلات مجموعة اقتراحات. خاص حنا من هاد الاخوة هاد المشكل المسامير ماشي حنا غير التخزين بعدا يكون الاحتياطي اللي كاين وفيه مشكل قضائي. الدولة لا بغات في المسائل القضائية اللي كبيرة تنزل التخزين ديالها راه كتقدر الحل. ثم هاد الاخوة هادشي الكيلومتراج راه صحيح وفي الجوهر ديالو كيبان لي، علاش؟ لان المسافة اللي كيقطعها هذا ماشي هو هذا، وبالتالي كتعطي دعم اللي هو مقال. هذا راه ماشي لوجيك، خاصو حتى هو يتسمع. وشكون الجوهر في الاخر غيرجع له هي الوزاره. هاد المقاربه التشاركيه ما كاينش، النهار اللي فتحت البوابه كاحل باش تعطيها الدعم ما عمرك سالت على شي واحد ولا في التكسير تقول له شحال الثمن ديال هاد المركبه ديالك كتسوى ولا شحال اللي غتشري شحال جديده. كا ياخذوا قرارات بوحدهم بدون ما يحضروا شي حل وكيخرجوا لنا قرارات اللي هي مشلوله وكتنعكس علينا. اذا الاخوان كنقول الدوله خاصها تكون مسؤوليتها في هذه المساله ديال مشكل ديال شركه الاصابيع. فيها المقاربه التشاركيه نحضروا الصعيد الوطني باش نبداو نديروا ديالنا كل ما يهم القطاع الضعف ديالنا، التنسيق مع باقي انواع النقل. وكاين كما قلت سميتو الالتفاف حول يعني باقي انواع النقل نعاودها جوج مرات لانها اساسيه، لان هذه معركه غتكون حاسمه. وكناش الاخوان انهم يتكفلوا كاملين، وتحيه جميع الاخوان. خالد منعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحية للإخوان والمؤمنين، تحية لكل المعنيين أحرار الله العظيم. مرة من الأخوان سمعونا في الحديث مواضيع كاملة، ولكن غادي نبداو الموضوع اللي مجدوى الأعمال اللي هو الغازوان. وكيف قالوا الإخوان لو كان أن خصنا مراجعة في طريقة الإسعاف اللي يبقى على مشاكل في القطاع، ربما كمهنيين وكهيئات أننا نبدلوا الطريقة ديال التعاطي ديالنا هذا الملفات هذا لأن ما عطات نتيجة. وكنحيي الإخوان لأن الإخوان كلهم تذكروا على أن خاصنا نبدا من الالتفاف وحدة الصف والمسائل كلها اللي كانت هنايا. والحمد لله أن الاجتماعات كلها دابا لا تساؤل ديالنا من دابا على المسألة ديال الغازوان، ولكن التساؤل ديالنا كيدير واحد الأخ خاص الاجتماع يكون ناجح. العجيب في الأمر أن الاجتماعات ديالنا تقريبا كلها ناجحة كنهائية، ولكن المخرجات ديالها والحلول ديالها ما كتوصلش لا شيء.
هذا تساؤل ربما حصل لابد أن نحكيو فيه، لأن حتى الطريقة اللي تمشي حول الوزارة كيف قال الأخ مؤخرا راه خاصنا لابد نكونوا متسلحين، لأن الإداري اللي كنمشيو نجلسو معاه باش نناقشو واحد المشكلة راه فعلا هو هذاك التخصص ديالو وهو التفرع ديالو. وفي التجربة العديد من المرات في الجماعات كنلقاو راسنا بأننا كنمشيو ندافعو على واحد القضية وغاديين متحمسين، ولكن اللي تتجلس معاه المحاور تيقنعك أكثر من كتقنعو كتكون في التجربة كتقول عنده الحق. وفي هذا الإخوان كلهم راه كيلاحظوا واحد القضية، راه في الجماعات ديال المهنيين من بعد المخرجات ديال الجماعات فاش يخرجوا مع السلطة راه كلشي كيتشكر للإدارة. هو إلا كنتي كتقتنع بالمنطق ديال الإدارة وأنت ما غاديش نسلح بواحد المنطق واحد آخر كيجعل أنك تضغط، إذا هذا المهم بالمسألة ديال الغازوال الإخوان. حنا شفنا دابا الإشكالات اللي طرحتها دابا المسألة ديال الدعم، القيمة ديال الدعم والمسائل الإصفارية دابا ديال الدعم ديال الغازوال. ما خصناش دابا هاد الفترة هادي إلا تفتح باب الحوار ما خصناش نصبو في نفس الخطا. هادشي هذا اقتراح ديالي بسعد، هو أننا خاصنا ننتبهو لأن الغازوال كيف دارو الإخوان كاين اللي اقترح أنه يكون في كيلومتراج، كاين اللي اقترح بأنه غادي الزيادة في القيمة ديال الدعم، ولكن خاصنا ننتبهو لواحد القضية لأن الأسعار ديال الغازوال راه غير ثابتة. إذا خاصنا نناقشو بأن حتى الدعم حتى هو يكون غير ثابت وسائر الزيادة، لأن القيمة ديال الدعم الأول راه كان على واحد القدر ديال 12 درهم. إذا دابا راه حنا رجعنا غادي نبقاو نرجعو في كل زيادة للنقطة ديال الصفر. إذا نتمناو من الإخوان في الحوار ديالهم مع الإدارة أنهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه النقطة هذه. أما الموقف حالة ما أننا ما كانش واحد التجاوب، فتقريبا الإدارة إذا جينا الحل ديال الإدارة كيف كيتصرفوا الإخوان، راه الإدارة تنظن بأنه بواحد النسبة كبيرة راه ما غادي ينجحش. ربما يكون التوقف اضطراري والتعلم جميع، التعلم بأننا كيف وقفونا في كورونا قرار إداري لأنه بسبب الجائحة، لأن حتى أنا كنعتبر هذا الغازوال هذا راه جائحة تستوجب توقف اضطراري قهري وخاصة تتبع عليها ما تتبع على كورونا، بالرغم بأن قطاع النقل دابا حنا ما استفدنا، حنا خرجنا من كورونا. الملف الطلابي ما تحققت فيه حتى شي حاجة، لأنه لو كان تحققت شي حاجة في الملف الطلابي ديال كورونا حتى الأثر ديال هذا الغازوال هذا ما غاديكونش بهذ الحيطة على القانون المنقلية، لأن غادي تكون خرجات من كورونا انتعشت شوية، ربما كنا غادي نواجهوا واخا هاد الأسعار هذا واخا بهذا الدعم المحتشم اللي ربما ما كيتقالوا الإخوان ما كيوصلش حتى 10% من الزيادات والخسائر ديال المقاولات. لهذا الإخوان ربما اللي غادي يجتمع عليه الرأي ديال المهني، حنا اقترحنا الفكرة هذه ولكن ربما اللي يجتمع عليه الرأي المهني راحنا معاه، والدليل على هذا الشيء بأننا المهنيين تنحضروا لجميع الاجتماعات وخاصنا نحضروا لجميع الاجتماعات لأن القضية واحدة، وبأن المخارج ديال الاجتماعات المنطقية خاصنا نتبعوها بغض النظر على أي انتماء ولا أي قبعة ولا أي المصلحة هذه. والقطاع هذا الرزق ديال اي واحد فينا اللي راه ما غادي تعوضولوش جهه واحده اخرى. ثانيا المساله ديال المحطات الطرقيه اللي في جدول الاعمال ديال الاخوان، فعلا حنا ما تنستغلوش الفرص، لان عندنا واحد النقطه ديال الارتكاز اللي كنا خاصنا نتبعوها، لان هي من بعد ما خرجنا من جائحه ديال كورونا اضطرت وزاره الداخليه انها تصدر دفتر ديال التحملات ديال المحطات. وعلاش ما يكونش هذاك هو البدايه ديال التنسق ديالنا لاننا نكملوا عليه ويكون واحد الاطار موحد ديال المحطات الطرقيه في المغرب كاملين، لان كيف قالوا الاخوان راه الحافله ديالك ما غادي تمرش غير من فاس الى جبرتي الحال من فاس ولا في مكناس، ولا يعقل بانك خرجتي من مكناس ولا من فاس وغادي تلقى المشكله عاوتاني في الخميسات في الدار البيضاء هذا. اذا خاص يكون الحل شمولي للمحطات ويكون واحد المنظور موحد للمحطات كلها، حتى ان اي مقال غادي يدخل لهذه المحطه راه غادي يعرف ان المحطه اخرى نفس الواجبات اللي عليه ونفس الرسوم اللي غادي ياخذها ونفس هذا، لان دابا حتى المحطات حتى الرسوم اللي يخرجوا عن المقاله راه ماشي موحده، راه كاينه اللي تيدير
المساهمه كاين اللي كيدير النسبه المئويه كاين اللي كيديروا كل محطه. اذا باش ما نبقاوش كنطيحوا في هذه المشاكل هذه تكراريه. وحنا حاجه واحده اخرى الاخوان، انا كنتسنى على نفسي وكنتسنى على الاخوان كاملهم وهما حاضرين هنا تبارك الله، الناس اللي بالخبرات ديالهم والتجارب ديالهم، من بين الاخطاء اللي كنديروا هي انا تخلينا الملفات كلها تراكم. راه من 2011 كنا كنديروا الملفات تراكم، لو كان كنا كنمشيو في كل ملف حتى نحسن فيه النهائي ايجاد الحل فيه، راه حنا ما غاديين نلقاوش هاد الثقل كله على 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 المهنيين. لان دابا الان ما يطرح على الساحه وحنا تناقشوا الغازوان وتطرحوا الملفات ديال الموضوع ديال التشكيل السباعي وتطرحوا مواضيع واحده اخرى، انا كنتسائل هاد المواضيع هذه اللي كتطرح هاد التوقيتات هذه شنو الهدف منها وشنو المهم. تنحاول انني ما نخش على السطر بزاف ديال الاخوان. المهم الاخوان خاصنا المخرجات ديالها الدقه نتمنى انها تكون مزيانه ترضي الجميع، وتنتمنوا ان حتى المخرجات ديالها الدقه تكون موضوعيه باش ان حتى واحد ممكن يتملص من الحل، لان الخيارات ديالنا تقلصات بالنسبه للخيارات ديال النهائيين. اذا ما كنظنش اذا كانت المخرجات ديال اللقاء هذه موضوعيه وعقلانيه وخاصها تكون واشر تسيب واحد خارطه الطريق، لان الكلمه اللي كنسمعوها هذه من خارطه الطريق اللي كنعتذر لانها اللي ترجعني عاوتاني للمساله ديال العلاقه ديالنا مع وزاره النقل. احنا ما تنلوموش السلطات غير راه خصنا نلومو نفسنا، لانه كان عندنا من اللي تطرح العقد البرنامج الاول، لان هذا هو التحدي وهذه هي اليد اللي كتشدنا منها. هذا راه حنا ما قدمناش تصور ديالنا نهائي جميع هاد النقاط هادو اللي دابا ردنا من خلال الملفات القانونيه ولا من خلال الملفات الاقتصاديه اللي كنعانيو منها. لو كان عندنا وضعنا واحد البرنامج خاص بنا مواجهه البرنامج الحكومي، راه حتى الحكومه ما غاديكونش عندها مبرر ان لان دابا العذر ديال الحكومه هي حنا درنا اللي علينا انتم ما درتوش. فين هو البرنامج ديالكم؟ فين هو المخطط ديالكم؟ فين هي خريطه الطريق ديالكم؟ لهذا واحد النقطة واحدة أخرى باش ما نسكر الإخوان، فعلا الغازوال خاصنا وحنا كنناقشوا المشكل ديال الغازوال خاصنا دابا نتوجهوا للرأي العام والمجتمع المدني. مشكورة للإخوان اللي ذكروا هذه النقطة يعني، لأن الحملات اللي تذكرات وحنا كنا هذه 5 سنين ولا 6 سنين كنا اقترحنا على الإخوان بأنه نتوجهوا للإعلام ويساهم كل واحد ونحسنوا الصورة ديالنا ونوضحوا الصورة ديالنا، لأن دابا حتى المواطن نعطيكم واحد المسألة، دابا الدعم اللي خديناه في الدفعة الأولى إلا انتبهتوا شنو صح الهام في الإعلام. الإعلام اللي كان اللي صاحب هذا الدعم هذا راه كان موجه أكثر للمواطن، حتى أن النهائيين كاملين راه كلشي كيلاحظ أشبه مشاكل مع المواطنين. أنتم خديتوا الدعم راه خاصك كاع تركب المواطن تفلوس، راه هو ما كيتفهمش شي واحد. لهذا حنايا غادي نتوجهوا مشي تفسير ومشي شرح، خاص المواطن خاص المجتمع المدني يفهم الواقع ديال هذا الدعم هذا، لأن هذا الدعم هذا راه موجه للمواطنين، راه إلا ما كانش قدكم المواطنين راه ما قدناش حنا حنا في المرتبة الأولى، وبأننا حنا تنحاولوا أننا نكونوا متضامنين ليس كنهائيين ولكن حنا متضامنين كمواطنين كاملين في هذه الحاله هذه. وكنتمناو بان حتى الاراده تكون حقيقيه ديال السلطات بانها لان عندها الادوات وعندها الوسائل وعندها باش ترفع الضغط ولو نسبيا علينا كنهائيين وعلى المواطنين، لان مادام اننا كنقلوا التجارب الغربيه كامله، راه تجارب دازت دابا في دول وحده اخرى اللي فرنسا هذه 5 شهور ولا 10 شهور اللي حنا تنقلوا منها جميع المساطر وجميع القوانين، راه دارت البطاقه الطاقيه. اذا علاش ما نفكروش حنا حتى حنا في المغرب هنا حسب الظروف ديالنا في شي حل اللي غادي يرضي ويخفف العبء، والحلول الحمد لله موجوده. لان ما يمكنش غادي تضغط على قطاع النقل كله انه يدي الفاتوره. حنا قلنا بان يكون جهود وطني ديال القطاع المالي والقطاع الشبه المالي والمتقنه هما دايرين مجهود
المالي من ناحية ديال الضرائب انهم ضرائب التخفض اللي عندها علاقه بهذه الماده هذه الحيويه الاستراتيجيه. علاش الشركه الشبه ماليه ما ديرش واحد المجهود وطني في اطار هذا المجهود الذي دايره الدوله انها لي زاسورونس وتزول لي زاسورونس ديال كورونا. حنا سمحنا في حقنا في كورونا من ناحيه ديال هذه لي زاسورونس. علاش فافينيات ما تزولش؟ علاش وعلاش وعلاش؟ بزاف ديال الحوايج اللي خاص لا بدا يكون هادشي كله تنقولوا علاش. حنا تنقولوا غير المحاورين اللي تيدخلوا بسميتنا يجلسوا في الاجتماعات يكونوا اكثر اقناعا ويكونوا هما اصلا مقتنعين ومتشبثين بالقناعات ديالهم. لان الا ما كنتيش مقتنع ودخلت الحوار مع ناس مخصصين في الحوارات راك غادي تفشل وغادي تحط السلاح وغادي تسبح في القناعات ديالك. تحياتي لكم والسلام عليكم. واش
والعلم عليهم اننا عندنا حادثه ما بين وتيقول لك غادي ندوز على الطريق السياره يعني حتى ما كاين مشاكل حتى يعني ديال ما تيتاكوا ما ضربوش الوقت ديال ماشي كلشي ولكن اعترفوا ان هناك مشاكل حتى كاينه حتى هي تتضر المواطن فبالتالي ملي تيقول لي جيت وصلنا حتى ل 11 الدار البيضاء ودا الحادثه اختي فرد ضربوا شي واحد بالحجر وانا كوني وليت دم وما تبعتوش من بعد انا ما تبعتوش كان الحجر جاني جاش كله كل وليت لدرجه انا هو اول ما شاف فيا انا اللي كنت من مورا فكازميتو الناس كيديروا لي شي كان الحمد لله غفر الله لان كلشي تخرب كامل اللي ما جاكش جاش في عيني وشنو مشى هذا؟ مشى كيتبعتو الدراري اللي ضربوه في حجر دوار اخر في دوار اخر وخلانا مع العلم ان معطى راكبتهم النساء وخلانا في ذاك الخلا ومشى مع الفيديو كي يقلبوا عليه وكي يضربوه بالحجر قلت لك ما وصلنا الدار البيضاء حتى 11 الليل كاين مشاكل تاع ابواب ابواب ما تيديروها يعني المواطن ما كاينينش واحد الاكراهات حتى المواطن فبالتالي يعني حتى معاكم ومع الدعم ديال الحكومه ومع لان تنأكد ان المنطق الرسمي راه البارح تيقول في حوار صحفي ان راه كاين زيادات مقبله قبل ما تم نهايه السنه لان قال لك انا هما الحكومه كدعم الطحين والسكر وغاز وغاز الوطن فما يمكنلوش انا ندعم هادشي كامل الحكومه ما يمكنلاش انا ندعم الغاز وندعم هادشي وشكرا ونشكر الحضور الكريم. نعم جواد الوزير التعليم الاول كان زياده التعريفه التعريفه ديال المواطن كيخلصها هي ما تتوصلش من القاعده فهمتي هذا الشيء جبت انا التعريفه خاصنا المشكل ديال الطريقه خاصها تتحرر ما بقاوش حنايا كنخدموا بالطريقه ديال هذيك ديال 1977 وما زوج 16 درهم سمحوا لي على التدخل. نشكر كل المتدخلين خلال هذا اللقاء اللي كان التدخل ديالهم يعني كتعبر على القيادة ديالهم على القطاع وكذلك كتعبر على المعاناة اللي كيعانيوها كل من موقعه وحسب المنطقة اللي كيعتنيها. الإخوان استمعنا لهاد كل التدخلات سجلنا كل الاقتراحات الجناز اللي تتولى هاد الاقتراحات صيغة صياغة طلاق اللي غتعطيه وسائل الإعلام كما قلت مع 15